جزائر يا لحكاية حبي، ويا من سكبت الجمال بروحي، ويا من حملت السلام لقلبي، ويا من أشعت الضياء بدربي. فلولا الجمال ما صح ديني، وما إن عرفت الطريق لربي. مشاهدين الأكارم، سلام الله عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بكم في هذه الصبيحة المباركة من يوم الجمعة الأغر والمصادف للذكرى 60 من مظاهرات 11 ديسمبر من 1960. نرحب بكم في أول عدد من برنامج صباح الذاكرة الذي سيكون إشراقة على تاريخ أمجادنا وأجدادنا، وسيكون كذلك جولة من الماضي إلى الحاضر. سيكون على المباشر من قناة الذاكرة 8 للتلفزيون الجزائري. وعلى غير العادة سيكون اليوم إحياء لهذه الذكرى العظيمة، سيكون البث مشترك عبر قناة الأولى والسادسة والثالثة الإخبارية وقناة الذاكرة. عبر هذه القنوات للتلفزيون الجزائري لننقل لكم عبر بث مباشر ويمتد إلى غاية منتصف النهار، لنحيي هذه الذكرى بمختلف الفقرات وبمشاركة باحثين وأساتذة إن شاء الله. ستكون برفقة الزميلة حياة سعيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك حياة. بك زميلي أحم، وأي جمعة تتحدث عليها؟ جمعة رائعة ومميزة تجمعنا سوية للحديث عن واحدة من المحطات الكبرى في تاريخ الجزائر العظيم. فمن لا ماضي له لا مستقبل له، ونحن الماضي ونحن المستقبل، ومن لا تاريخ له لا حاضر له، ونحن التاريخ وأكيد نحن الحاضر. في محطات تاريخنا كثيرة ومميزة في ماضينا التليد، نعود إليها لنتذكر أمجاد السلف وننظر إلى تاريخنا بأعين الحاضر، فتزودنا بالعبر كي نسير على نهج قويم نحافظ من خلالها على الذاكرة الجماعية. 11 ديسمبر كما تفضلت وقلت زميلي ذكرى مفجعة لا تزال حية في الشعور الوطني، وهي حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار. أسعد الله صباحكم مشاهدينا من على قنواتنا للتلفزيون الجزائري، تشاهدوننا من خلال هذا البث الحي والمباشر عبر القناة الأولى والقناة التاريخية والقناة الثالثة. نذكر فقط أن القناة الثالثة سوف يكون هناك بث مشترك للنشرة الإخبارية، نشرة 8 وموجز 8 وموجز 9 والنشرة الرئيسية 11. أما الآن زميلي علي، فكنت تفضلت وقلت أنه عديد من الدكاترة والأساتذة سوف يرافقوننا من خلال هذا البث الحي والمباشر للحديث عن هذه المحطة الكبيرة في تاريخ جزائرنا العميق. البداية سوف تكون مع أحوال الطقس. نعم. كريم، ولمعرفة الطقس اليوم الجمعة وهذه الذكرى العظيمة. تفضل. نعم. كريم. تفضل كريم. زملائي، صباح الخير حياة، صباح الخير علي، صباح الخير مشاهدينا الكرام. فعلا ذكرى مجيدة علينا من 11 ديسمبر، ذكرى 60 للمظاهرات 11. نعم. ديسمبر. إذن كانت الأحوال آنذاك كانت غائمة نوعا ما. نعم نعم. بعد فاصل قصير كريم إن شاء الله. تفضل. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. أصبحنا وأصبح الملك لله. جمعة مباركة للجميع مشاهدينا. خلال ليلة الأمس جن اضطراب جوي، كان نشيط الفعالية على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الثاني عن تواصل لتساقط الأمطار على شكل زخات رعدية فاقت 50 ملم خاصة شرقا. ستتواصل نهار اليوم إن شاء الله مع تنبيه من المستوى الأول خاصة على الواجهة الشرقية من تيزي وزو نحو أقصى المناطق الشرقية على السواحل وحتى على المرتفعات. أما عن الرياح ستشتد ضمن تيارات غربية جنوبية غربية تقريبا عن المناطق الشمالية خاصة الساحلية، تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة جنوبا، أجواء مشمسة. خلال هذه الليلة سجلنا طقس بارد فعلا على المرتفعات، درجة واحدة فقط فوق الصفر على باتنا، 10 درجات على العاصمة، نفس المقياس على بجاية سكيد عنبة والطرف، كذلك على غردية طنراست وجانت، 8 درجات على الصحراء الوسطى، أعلى مقياس
الأقصى الجنوب مع 19 درجة. خلال الظهيرة دائما طقس بارد على المرتفعات والهضاب. خلال نهار اليوم مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب 10 درجات فقط على منطقة الأوراس على باتنا، 13 درجة على سطيف، كذلك قسنطينة 18 درجة هنا بالعاصمة، ترتفع لغاية 20 درجة على وهران، نفس المقياس على تلمسان، كذلك بغردية وأيضا بإليزي وحتى على تندوف. مقاييس ما بين 22 درجة إلى 24 درجة على الصحراء الوسطى، كذلك مرتفعات الهجار والتاسيلي، أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 32 درجة على برج باجي مختار وحتى على عين قزام. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، نظرا لانخفاض الضغط الجوي على حوض المتوسط وشمال البلاد، فعليه سجلنا خلال الأيام الماضية بحر هائج، خلال نهار اليوم كذلك بحر هائج على كل السواحل تقريبا، خاصة على السواحل الغربية وكذلك الوسطى. هنا رياح ستشتد ضمن تيارات غربية جنوبية غربية تصل لغاية 70 كيلومتر في الساعة، تبقى معتدلة على الواجهة الشرقية ضمن تيارات غربية تماما تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. أحوال الطقس على بعض عواصم قارة إفريقيا وبالتحديد على شمال إفريقيا، أين الأمطار إن شاء الله على طرابلس، كذلك تونس، الرباط، بالمغرب، أجواء مشمسة على العيون، كذلك نيامي وأيضا جامينا والخرطوم، أجواء متقلبة على القاهرة أقول. أما عن درجات الحرارة في ارتفاع، فعلا درجة حرارة موسمية تقريبا صيفية على أقصى مناطق القارة خاصة على نجامينا وأيضا نيامي تصل لغاية 39 درجة، تنخفض شمالا إلى غاية 17 درجة على تونس، 18 درجة على طرابلس، 19 درجة على الرباط، تصل لغاية 26 درجة على العيون، 27 درجة على القاهرة، ترتفع مع أجواء صحوة على الخرطوم بالسودان إلى لغاية 36 درجة. وقت غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله الجمعة سيكون في تمام 5:32 دقيقة. وللتواصل معنا دائما مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. بعد الفاصل العودة لزملائي. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الذاكرة نسمات من عمق نضالنا الوطني. صباح الذاكرة محطات عند المعالم التاريخية والحضارية. صباح الذاكرة جولة من الماضي إلى الحاضر. صباح الذاكرة إشراقة على التاريخ نهاية الأسبوع على قناة الذاكرة ضد النسيان. إذن شكرا كريم على هذه النشرة المختصرة لأحوال الطقس. فالآن حان موعد أول ركن من برنامج صباح الذاكرة، وهو ركن الدين والحياة مع الشيخ محمد بهياني، وهذا بعد الفاصل. يتفضل معنا الأستاذ محمد عبد النور البهياني. صباح الخير أستاذنا، كيف حوالك؟ لاباس؟ صباح الخير تفضل. في هذا الصباح المبارك الأستاذ محمد عبد النور البهياني، أكيد أنت تشرفنا من خلال تدخلاتك اليومية، لكن نقول فقط للمشاهد الكريم أنه الدين والحياة هو ركن قار سوف يكون من خلال صباح الذاكرة الذي سيبث عبر قناة الذاكرة يوم الجمعة بحول الله تعالى. أكيد راح يكون مع زميلي حمو، تفضل مزيد من شكرا حياة. إذن شيخنا موضوع اليوم هو الأخوة. نعم الأخوة 11 ديسمبر إن شاء الله. نعم. جميل. ويعني مظاهرات 11 ديسمبر وهذه الذكرى هي درس، عبارة عن درس للأخوة وتلاحم الشعب الجزائري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي وسلم على سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أختي الفاضلة حياة،
أخي العزيز حمو، مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محظوظون أن نكون في أول صباح للذاكرة، هي إشراقة جديدة نأمل أن تكون يعني نافعة ويافعة في مجتمعنا. حديثنا اليوم عن الأخوة، تعجبني أبيات لشاعر الثورة مفدي زكريا: جمعنا لحرب الخلاص شتاتا، سلكنا به المنهج المستبين، ولولا التحام الصفوف وقانا لكنا سماسرة مجرمين. هذا التحم الجزائريون في 11 ديسمبر أو في غيرها من المناسبات التي كان للجزائريين فيها دور فاعل وثابت، وكانوا ينادون فيها بالجزائر العربية، الجزائر المسلمة، الجزائر الموحدة، سواء في ترابها أو في ما يجمعها من اللي نعرفوها اليوم بالثوابت. معلوم أن الأخوة هي أسمى يعني علاقة تربط الفرد مع أخيه، أو تربط الفرد مع المجتمع. الأخوة في الإسلام هي الأخوة العقيدية التي تشد المسلمين بعضهم ببعض، وهي ذاك الرباط الرباني الذي يظهر جليا في المواقف والأزمات والعلاقات. يعني الأخوة ما هيش كلام يقال، وإنما هي مواقف. أثبت الجزائريون أخوتهم، وأثبت الجزائريون محبتهم، وأثبت الجزائريون يعني اهتمامهم بالأمانة التي ورثوها، ليس فقط من شهداء منذ الاستدمار الفرنسي أو دخوله، بل قبل ذلك من أيام تلاحم فيه طارق بن زياد، وتلاحم فيه عقبة بن نافع، وغيرهم ممن كانوا فاتحين لهذا البلد. فالأخوة نجد الكثير من الآيات والأحاديث التي تحدثت عنها وعرفتها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أباءنا وممن يعني تظاهروا وخرجوا في 11 ديسمبر 1960، وخرجوا بعد ذلك في 12 بتيبازا و13 بقسنطينة وغيرها من الولايات، هم عرفوا لما المشروع الديغولي كان يود أن يقول الجزائر جزائرية لكن تحت وصاية فرنسية، أما المعمرون فقالوا الجزائر فرنسية. خرج الجزائريون قالوا لهم: لا البلاد بلادنا، ويعني الجزائر مسلمة والجزائر عربية والجزائر موحدة بجميع ما فيها من الأشياء التي تجمع بين المشرق والمغرب والشمال والجنوب. فلما يعني نستحضر ذكرى 11 ديسمبر نستحضر معاني الأخوة، لأنه لما نسمع الشهادات ممن عايشوا تلك الفترة كيف خرجوا وكيف يعني نادوا لبعضهم البعض يلا نتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى من أجل أن نخرج المستدمر الفرنسي ونسترجع سيادتنا على هذه الأرض التي مكن الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها لآبائنا وأجدادنا، فلا ينبغي أن تكون لغيرنا. الأخوة يعني نسقط حينا هكذا على نعم. على واقعنا، وحينما نقول أستاذ الأخوة نقول والتضامن، نقول أنه هي ليست بعيدة عن الشعب الجزائري منذ الأزل، وأكيد هي من الشواهد والدلالات الكبيرة التي تدل على البعد الديني للثورة الجزائرية، أليس كذلك؟ نعم. وإلى غاية اليوم ربما آخر أزمة تعيشها الجزائر وبقية العالم هي أزمة كورونا. نعم. فنلاحظ أن الشعب الجزائري يعني متماسك وملتحم مواجهة هذه الأزمة. نعم، هي لعبت فرنسا على هذا الوتر، على وتر الدين، لأنه كان هو أهم عامل يجمع الجزائريين. لغتنا تختلف بين الشمال والجنوب، بين الشرق والمغرب، لكن كان يجمعنا ولا يزال يجمعنا هذا الدين، دين الإسلام، يجمع بين المشرق والمغرب في كل الأذان واحد، والقبلة واحدة، وحتى المرجعية الدينية واحدة. هذا جعل فرنسا أرادت أن تلعب هذا الوتر، لكن على هذا الوتر الحساس، لكن براعة الجزائريين ومعرفتهم بأن العدو عدوهم، عمرك ما راح تصاحب العدو تاعك، والعدو تاعك عمره ما راح يكون حبيبك، خصوصا لما تختلفوا القيم وتختلفوا المبادئ. فالجزائريون أثبتوا بأن الدين أمانة والوطن أمانة، وأثبتوا بأنهم متآخين فيما بينهم، نعم، ومتآزرين ومتحابين، لأن 11 ديسمبر كانت توطئة
لثورة نوفمبر. أكيد نعم. والحديث عن 11 ديسمبر الأستاذ محمد عبد نور البهياني أكيد عنده دلالات كبيرة، وأكيد من خلاله نعرف أنه ثورة جزائرية كانت ثورة بالروح الإسلامية، حتى أنه كبار قادة الثورة التحريرية خريجي الكشافة الإسلامية. نعم. وكان عندها هذا البعد الديني. لو نتكلم عن المغزى الحقيقي لهذه المظاهرات 11 ديسمبر. نعم، المغزى الحقيقي كان هو رفض الاستثمار الفرنسي، وأراد أباؤنا وأجدادنا من الجزائريين والجزائريات أن يثبتوا ملكيتهم لهذه الأرض، ولا أحد يمكن أن يكون عليها. الإمام بن باديس رحمة الله عليه قال: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. أرادوا أن يثبتوا، لأن كانت ضربة يعني قاسية للمستثمر الفرنسي بعدها. صح. في 20 ديسمبر 1960 دونت القضية الجزائرية ونوقشت في هيئة الأمم المتحدة. وكان المصوتون للجزائر 63 صوت مقابل 27 صوت. نعم. وامتنع 8 أصوات. العبرة دائما يعني هذه الأحداث مرت وفاتت، اليوم الحاضر كيف يجب أن نجتمع كما اجتمع أولئك الرجال وتلك النسوة، لأن العلامات خاطتها نساء ولم يخطها أكيد الرجال ساهموا، لكن كثير من الأنامل النساء كانت لعل هذه المهنة الأغلب أنه يخيطهما النساء، فتكاتف الرجال والنسوة من أجل أن يكون صوتهم واحد وهدفهم واحد. صح. وعدوهم واحد. شكرا. نحن اليوم لابد أن نتعاون على جميع المستويات، كشعب، كإعلام، كأئمة. شكرا أستاذنا. أكيد. أن نخدم وطننا وأرضنا، ودائما كما يقول مفدي زكريا في النشيد الوطني: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الحساب. نعم. شكرا جزيلا. وأكيد صح. شكرا لك. وهذا هو المغزى الحقيقي من استرجاع مثل هذه الأحداث الكبرى في مسارنا التاريخي، من أجل غرس هذا الروح الوطنية والهوية الوطنية عند كل هؤلاء الشباب وعند أبناء الجيل الجديد. شكرا لك أستاذنا. عفوا. نلقاك يوم الجمعة القادم بحول الله تعالى في ركن الدين والحياة عبر قناة الذاكرة. تفضل. شكرا حياة. شكرا شيخنا. نلتقي بك كما قالت حياة في الجمعة القادمة إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكريم، نمر إلى ركن منارات إسلامية، واليوم وقفة مع المسجد العتيق للدويرة مع زميلنا طاهر حليس. مكان، حكاية مكان تحط رحالها هذه المرة في بيت من بيوت الله هنا ببلدية الدويرة بالعاصمة، هو المسجد العتيق، وهو أول مسجد أسس في هذه البلدية، يقع في الحي القديم، ولقد أسس أيام الاستعمار الفرنسي. أقدم المساجد الموجودة بمدينة الدويرة هو يقع على حافة طريق الجزائر، يعني باتجاه العاصمة. يعود تاريخه إلى 1947. المسلمون لما كانوا هنا في البلدية ما كان عندهم مسجد، كان عندهم كنيسة، كان النصارى عندهم كنيسة، ولكن أهل الدويرة ما كان عندهم مسجد، ويعرفون أنهم لو طلبوا مسجد صراحة طلب مسجد الاستعمار الفرنسي لا يوافق، فعملوا حيلة قانونية، طلبوا من الحاكم الفرنسي أن يعطيهم أرضية لبناء عابر سبيل، فمن خلالها يمكنهم أن يؤدوا الصلوات الخمس، يمكنهم أن يجتمعوا على دين الله عز وجل، فكان منطلقه من هذا الأمر. 1947 كان مصلى، ولكن كانت له منارة، وكان له قسم يدرس فيه القرآن، وكان أهل دويرة ليس لهم إلا هذا المسجد يصلون فيه الصلوات الخمس. عادة ما كان المستعمر الفرنسي الاحتلال يرفض كل الطلبات التي تقدم للحاكم الفرنسي، يعني من أجل إنشاء مساجد، وكانت في أغلب الأحيان تمنح ترخيصات لبناء قاعات أو بيوت للصلاة فقط.
وبحكم أنه دويرة كانت مدينة كبيرة، مدينة محورية يعني في ضاحية الجزائر العاصمة، فقدمت صريح يعني كان تأخر. مسجد اليوم تمت إعادة تجديده وتوسيعه، وهو من أهم المساجد بالدويرة. كان المسجد عبارة عن طبق أرضي يعني بسيط جدا، تغير المسجد عبر عدة مراحل، وكانت وقيمت به أشغال لتغيير الواجهة الخارجية، وكذلك لإضافة طابق يعني فوق الطابق الأرضي يوجد طابق علوي، وكذلك تغيرت المنارة لأصبحت تحتوي على 5 طوابق حوالي. يحتوي المسجد على عديد المرافق كقاعة الصلاة الخاصة بالنساء والمكتبة. بعد الزلزال 2003 فالمسجد أغلق، المصلى أغلق، فأعيد بناؤه سنة 2008، والحمد لله اليوم صار مسجد له طوابق، صار له مصلى نساء فيه طابقا كذلك، صار له طلبة، صار له جمعة، صار له نشاطات، صار له مسابقات بلدية، ما شاء الله صار شيء آخر. بعد هذا المسجد هناك مسجد صلاح الدين، مسجد صلاح الدين هذا في البداية كان كنيسة، وكذلك مسجد محمد البكرامي، وكذلك مسجد الفردوس. هذه 4 مساجد هي المساجد العامرة الكبرى في بلدية الدويرة. للتاريخ يبقى هذا المسجد من أهم المساجد بالدويرة، ويتميز بموقعه وكذا ببعده التاريخي، فهو أول مسجد أسس بهذه المدينة الدويرة. إذن الشكر موصول لزميلنا طاهر حليس على هذه الإطلالة العامة على مسجد العتيق لدويرة في ركن منارات إسلامية. مشاهدينا الأكارم، أنتم معنا عبر بث مباشر يمتد إلى منتصف النهار عبر قناة الذاكرة وعبر قناة الأولى والسادسة وكذلك الثالثة الإخبارية. وكذلك نذكر مشاهدينا الأكارم بأنه هناك بث أيضا مباشر على صفحة الفيسبوك الرسمية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. حياة، إلى أين الوجهة الآن؟ الوجهة الآن يا حمو إلى واحد من أعلام الجزائر ومشايخها الذين حاربوا الظلام، إمام السالكين إلى حضرة رب العالمين. سوف تحدثنا زميلتنا مريم صحراوي الآن عن الشيخ محمد بالكبير علم الدين والوسطية. إذا ذكر الصوفية فهو قطب وإمام السالكين إلى حضرة رب العالمين، وإذا تحدث الزهاد فهو شيخهم، لم تجد الدنيا سبيلا إلى قلبه كان عنها غنيا متعففا. هو محمد بالكبير بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله، وينتهي نسبه إلى ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولد الشيخ سنة 1911 بقرية بودا إحدى قرى الغمارة بأدراف. نشأ مقبلا على طلب العلم وتحصيله، وذلك لنشأته في وسط علمي مشهود له، فكان أبوه من حملة كتاب الله، وكان عمه أيضا إماما ومعلما بمسجد القرية، وخاله فقيها وصوفيا من أعيان عصره، الشيء الذي مكنه من أخذ علم الفقه والنحو والتوحيد في فترة قصيرة. لم يكتفي الشيخ بالكبير بما حصله من علم، فقد فتحت شهيته العلمية وبدأ يتنقل بين المدن من أجل التعرف على شيوخ آخرين وما لديهم من معارف،
إذ تنقل إلى طمنطيط في إقليم توات مع خاله ليتتلمذ على يد الشيخ أحمد ديدي أحد بحور العلم في عصره، فلازمه مدة 3 سنوات. أخذ عنه الفقه المالكي بالأمهات والتوحيد بالأدلة والنحو والصرف واللغة وشرح صحيح البخاري. عاد الشيخ محمد بالكبير إلى مسقط رأسه بودا، وما إن استقر حتى علم به بعض أعيان تيميمون، فطالبوه ليكون معلما عندهم للقرآن والفقه، وذلك 1943، ومكث بها حتى 1980. عاد إلى قريته بودا بعد أن غلق المستدمر المدرسة الشرعية، فواصل عطاءه من بيته في مسيرة جهادية على الجهل والتخلف. وفي 1950 يؤسس الشيخ المدرسة القرآنية برفقة أعيان من مدينة أضرار، يكون لها بعدا تاريخيا ومعرفيا مجيدا، ضاربا بذلك قرار المستدمر بغلق المدارس عرض الحائط. وقد ارتبط المسجد بالزاوية، وما هي إلا فترة وجيزة أصبحت هذه الأخيرة ذات تأثير قوي وتعد بعدها حدود المنطقة والوطن. كان الشيخ محمد بالكبير يعمل على نصرة المجاهدين وزرع روح الثقة والنصر والثبات، ويحثهم على الصبر وتحمل المشاق. كان يأوي في بيته كل المجاهدين الذين يقدمون إلى الولاية. ليس هذا فحسب، بل كان عضواً في المجلس الثوري للمجاهدين. بعد الاستقلال 1962 تمكن الشيخ من توسيع نضاله ومواصلة جهاده بتوسيع المدرسة لطالب العلم والعلماء معا، بحيث أصل للتعليم الشرعي وحارب الجهالة التي خلفها المستدمر بمنهج علمي بعيد عن الخرافة والابتداع، كما أسس داخل المدرسة المعهد الإسلامي 1964 وكان مديرا لها. عرف الشيخ محمد بالكبير بالورع والزهد، محبا مصالحا أخا كريما مدرسا ومفتيا فقيها مجتهدا مجاهدا طالبا للعلم، فكان بحق نعم العالم العامل على نهج الدين القويم. كرم الشيخ بآخر أيامه بنيله شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة وهران 1997 ووسام الاستحقاق 1999. انطفأت شمعة الشيخ بالكبير ذات 15 سبتمبر 2000 لتفقد الجزائر بذلك قطبا علميا كرس حياته لخدمة الدين والوطن. رحم الله الشيخ بالكبير وأسكنه فسيح جنانه. إذن رحم الله شيخنا محمد بالكبير رحمة واسعة، وجميع أعلامنا ومشايخنا، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. إذن الآن نمر مباشرة بكم مشاهدينا الأعزاء إلى ركن عبارة وعبرة مع الأستاذ الكريم سعيد معول بعد هذا الفاصل.
أرحب كثيرا بالأستاذ والباحث الجامعي سعيد معول في ركن عبارة وعبرة، أين سيكون الحديث في إسقاط لكل ما قيل عن الثورة الجزائرية على كل الألسنة. صباح الخير ومرحبا بك. لك كريم الاسم التاعي والأخر سي شيخ. نعم الأستاذ، مقبل من نتحدث ونسترسل في العبرة التي ستسقطها اليوم وسوف يكون لها لك فيها حديث واسترسال وخلفياتها وما وراء كل ما قيل عنها، الأكيد لا تفوتك الفرصة للحديث عن 11 ديسمبر. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، باستثناء أن اليوم لا نكتفي بعبرة وإنما مجموعة من العبارات التي كانت سائدة في تلك الأثناء في 11 ديسمبر 1960. في الحقيقة الثورة الجزائرية كانت طرحت فكرة، البيان بيان أول نوفمبر، بيان فكرة، بيان حضاري، بيان ثقافي، بيان السلم، ولم يكن بيانا للحرب، وإنما الاستدمار هو الذي جاب هذه الفكرة وحاول أن يقضي عليها بالقوة على لسان وزير الداخلية في ذلك الوقت فرانسوا ميتيران، الذي حينما قرأ بيان أول نوفمبر قال لا حوار مع الخارجين عن القانون، لأن الجزائر فرنسية باسم الدستور والحوار مع هؤلاء هو القوة. فبدأت كذا القوة، فكان الحلف الأطلسي وكان لفيف الأجنبي وكان شذل الأفاق من كل مكان للقضاء على هذه الفكرة. في 56 سيصل هؤلاء الاشتراكيون إلى الحكم وطلبوا ما يسمى لبوار سبيسيو، السلطات الاستثنائية الخاصة من أجل القضاء على الثورة، فشرعوا باسم الدستور وباسم القانون، شرعوا الإعدامات بدون محاكمات. حينما عطلوا المحاكم المدنية وأسسوا للمحاكم العسكرية في 1356، بل حتى المحاكم العسكرية أذن للجيش الفرنسي بأن لا يحولوا من قبضوا عليه وهو يحمل السلاح من الجزائريين أو الجزائريات، فأخرجوا مرسومين رئاسيين في الجريدة الرسمية ما يزالان إلى الآن في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية يسمحان للجيش الفرنسي بهذه الإعدامات وباستعمال المقصلة، فكانت تدشين المقصلة بالشهيد أحمد زبانة. نصل تسقط حكومة وراء حكومة، 6 حكومات، وتقوم الجمهورية الفرنسية الخامسة على يد دوغول الذي أيضا طلب السلطات الاستثنائية وأسس لنفسه دستور جديد، وقامت الجمهورية الفرنسية فأصبح دوغول رئيس فدرالي ولكن إمبراطور بدون إمبراطورية من أجله، فكانت حرب الإبادة، لأن ثورات تحريرية ما عرفت إبادة أكثر مما عرفها في عهد دوغول. ولكن سبحان الله كلما غالوا في استعمال القوة ازدادت هذه الفكرة انتشارا في عقول الجزائريين والجزائريات، وقد قالها ذات يوم المرحوم عبان الله يرحمه لكريم بالقاسم وعمران هنا في الجزائر العاصمة في إثر اجتماع أولي بينهم، قال لهم عندما تصبح هذه الثورة فكرة يحملها كل جزائري وجزائرية في رأسه عندئذ ستنتهي فرنسا. فكان تسابق بين الإدارة الاستعمارية وجبة التحرير الوطني نحو عقول الجزائريين والجزائريات، فسابقت الجبهة سابقت الاستعمار، لأن كل الاستراتيجية الإدارة الاستعمارية كانت كيف تعزل الشعب عن الثورة. صح. فوقف الشعب مع الثورة من البداية انطلاقا من هجومة 1955، عبر الشعب الجزائري على أنه مع جبهة التحرير الوطني، وهذا هو المميز في الثورة الكبيرة. صح. ثم بعد ذلك في الإضراب 8 في العاصمة، ثم ذلك في المظاهرات التي وقعت في أول نوفمبر 55، أول نوفمبر 56، ثم في مختلف الإضرابات في مقاطعات الانتخابات التي كانت تعرضها الإدارة الاستعمارية، وكان تظن بأن الجزائريين مطالبهم بسيطة هكذا، وما كان فهموا بأن الشعب الجزائري طلب بأن يأخذ حقه كاملا، حريته وأرضه. إذن وهذا ما كان لنا 11 ديسمبر نعم 60، كان دوغول حينما جاء الحكم واستعمل العبارة المعروفة نحن على مشارف الانهيار،
الدولة الفرنسية ستنهار، الدولة الفرنسية لم تبقى لها كرامة في المحافل الدولية، إننا نسير نحو حرب أهلية، فوجد الخزائن فارغة، إذن لابد أن يستمع لشيء. فنتقى لأول مرة في 59 بتقرير المصير. المفروض من مجرد ما نتقى رئيس الجمهورية بتقرير المصير، المفروض نسير مباشرة نحو المفاوضات التي اقترحها البيانيون من أول لحظة. ولكن هؤلاء الغلات الذين كانوا هنا بورجو وغيره استعمروا الدولة الفرنسية الرسمية واستعمروا الشعب الجزائري. نعم. فكان ضحية الشعبين، الشعب الفرنسي والشعب الجزائري. وهذا ما قال دافع جون بول سارتر ليقول في 55 في لاسال فاغران في باريس، قال نوتر بروبليم اليوم اجوردي كومون ديليفر اي لا فرانس اي لالجيري دي كولونياليزم. صح. جنرال دو غول في 4 نوفمبر في خطاب له متلفز قال الجزائر جزائرية، وهو يقصد بأن الجزائر الجزائرية يسلمها للذين كانوا يسكنون هنا من الأوروبيين المختلطين، كما قال ذات يوم من واش اسمه جون توريس موريس توريس 20 جنسا، وهي غير موجودة هكذا اون بروسيسوس دو دوفونير ان جور اون ناسيون. ولكن المعمرين سخطوا عليه وعارضوا دوغول وحاولوا ان يقوموا بانقلابات، الجيش نظم كان أراد أن ينظم ضد دوغول لأنهم قالوا له لا يجوز لك أن تنطق بهذا الاسم، لالجيري اي فرونساز كما قررها المعمرون الأوائل الغزاة الأوائل يجب أن تبقى فرنسية. نعم. فقرر المهم وقرر أن يأتي إلى هنا ليوضح، فجاء ونزل بعنتيموشنت. عنتيموشنت استقبل من المعمرين بالمظاهرات وكانوا يصرخون لالجيري فرونسيز، وهذا هو ظنه الخاطئ، انه في ظنه انه الجزائريين سيلقى كل جزائري باستقباله بالورود، لكن لما جاء الى الجزائر لقي الامر مغايرا. مازال لقي اولا من 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 الغولات هنا اكيد دوغول اوبوتو دوغول المشنقة الى اخره، فجاء الى شلف، ومن شلف اكتشفت المخابرات بأنه لو جاء إلى العاصمة فإنه يمكن أن يقتل في الطريق، ولهذا لم يدخل العاصمة، ذهب إلى شرشال ثم إلى تيزي وزو، وفي كل هذه المدن جوبها بمظاهرات عارمة. هنا في الجزائر حاول البوليس أن يستغل هذا وأن يخرج الجزائريين لمجابهة هؤلاء الذين خرجوا ليتظاهروا ضد دوغول. نعم. ولكن الجزائريين حينما خرجوا إلى الشارع في العاصمة، نعم، وقد نظم هذه المظاهرات الذي يجب أن نذكره اليوم، رحمه الله بوعلام روشاي الذي كان يسمى في ذلك الوقت اسم الحربي سي زوبير الذي عوض محمد البروقية الذي جرح في نواحي بنمسوس، هؤلاء مكلفون بإشعال جذوة الثورة والمظاهرات في الجزائر العاصمة، فخرج الجزائريون لينادوا بالجزائر الجزائرية حقيقة وليس بالمفهوم ديغولي، الجزائر مستقلة، الجزائر مسلمة، الجزائر حرة، فرحة عباس في السلطة، دوغول إلى 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 المشنقة. فظهر للعالم بأسره بأن هذه ثورة شعبية وليس ثورة الخارجين عن القانون، مثلما كانت فرنسا تدعي في المحافل الدولية بأن المسألة الجزائرية مسألة داخلية ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها. إذن أستاذ سعيد حمو في الأخير، نعم، بما أن الفقرة هي عبارة وعبرة، أين العبارة وأين العبرة؟ أين العبارة؟ نعم. أين العبرة؟ نعم. أين العبرة؟ العبارة الجزائر فرنسية والجزائر كذا والجزائر مستقلة والجزائر حرة. العبرة، نعم، أن القوة مهما كانت عبر التاريخ لا يمكن أن تقضي على الفكرة أبدا. أكيد. لأن الله الذي خلقنا خلق فينا هذه المنطقة وحررها له، ولا يمكن لأي قوة أن تخترق هذه المنطقة المحررة. نعم. بمعنى حقيقة الإنسان ستين زون أمبينترابل، هي منطقة لا يمكن أن تخترق،
شعب حينما آمن بقضيته لا يمكن لأي قوة أن تقضي على هذه الفكرة أبدا. تعرفي، وهذا يذكره مؤرخون الفرنسيين، بنجامين سطورة في آخر كتابه عن الثورة الجزائرية قال: كم مرة من الجنود الفرنسيين من الجزائر من 54 إلى 62 جوج ملايين عسكري، 2 مليون دو سولدا، بمعنى كل فرنسي ولد بين 1932 حتى 1942 جند ليأتي إلى الجزائر من أجل القضاء على هذه الفكرة، ولم يتمكنوا من القضاء على الجزائر، والحمد لله اليوم لأن إرادة الشعوب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر. فكان إذن 11 ديسمبر آخر مسمار قبل مسمار آخر وقع في باريس في 17 أكتوبر 61 يضرب آخر مسمار في نعش الاستعمار فقبر الاستعمار. إذن هذه هي 11 ديسمبر. شكرا. هذه هي الملاحم وأمجاد ورحم الله كل شهداء. شكرا لك أستاذ، وخاصة الذين سقطوا في ذلك الوقت. وبإما أنك امرأة أذكر فتاة نترحم عليها صالحة وثيقي، يا رب يرحم كل الشهداء أكيد. شكرا لك سيد معول على كل هذه الكلام الجميل واسترسالك في الحديث عن الثورة الجزائرية وبالخصوص عن 11 من ديسمبر وعن العبارتين المتضادتين الجزائر والجزائر. إذن مشاهدينا الأفاضل لازلنا معكم متواصلون من خلال هذا البرنامج الصباحي الذي نقف فيه للاسترجاع الذكرى، وأي ذكرى؟ الذكرى 60 للمظاهرات 11 من ديسمبر. نعم حياة. والآن مشاهدينا الأعزاء نشاهد تقرير عن ثمن الحرية والتضحية التي كافح من أجلها الشعب الجزائري في تقرير ياسمين حريرية. نعم. هي الجزائر والتي لأجلها انتفض الشعب وثار دفاعا عنها منذ اللحظة الأولى التي وطأ فيها المستعمر ثرى هذا الوطن. فمن شهداء أولى المقاومات بسطوالي مرورا بمقاومة سكان متيجة الذين هزموا جيش دي بورمون ليرتكب المستعمر أبشع المجازر كمجزرة البليدة سنة 1830 والتي لم يرحم فيها لا نساء ولا أطفال، مجزرة وصفتها المصادر بالرهيبة جعلت من مجاري المياه يتغير لونها من كثرة الدماء التي سالت، لتكون مجزرة قبيلة العوفية حصيلتها 12,000 شهيد ذات 7 أفريل 32,800 في إطار سياسة استعمارية رامية لإبادة الجزائريين. لتضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الفرنسي بالجزائر مجزرة وبأسلوب آخر، إنها مذبحة غار الفراشيح، ذاك الغار الذي احتمى به سكان قبيلة ولاد رياح والمقدر عددهم بألف أو يزيد، احتموا بداخله من بطش المحتل. حوصر الغار بإشعال أكداس الحطب أمام المدخل ليختنق كل من فيه. وبنفس المنهج أعدم سكان قبائل سبيعة في عام 1844 لأنهم ببساطة رفضوا الاستسلام. هي محاولات عمدت إلى إخماد المقاومة التي عمت ربوع الوطن بارتكاب الأعمال الوحشية من قتل وإبادة جماعية واغتصاب. فكانت مجزرة ولاد نايل، مجزرة المدية، مجازر في حق سكان منطقة القبائل، ومجازر أخرى ارتكبت في حق سكان الصحراء، إضافة إلى مجزرة الزعاطشة ومجزرة الأوراس والتي راح ضحيتها أزيد من 562 شهيداً. في كل شبر من أرض الجزائر دماء روتها وحكايات لا زالت تروي قصص الصمود والتضحية، ولا زالت تكشف الممارسات اللا إنسانية بحق شعب أعزل تعرض للقتل والإبادة وعمل فيها المستعمر على التستر عن حجمها وإخفائها بمقابر جماعية، لتكون المحطات الحاسمة التي أظهرت للإنسانية وجه فرنسا الحقيقي التي مارست الإرهاب على شعب سلاحه التضحية والصمود. فمن مجازر 8 ماي 45 وسقوط أزيد من 45,000 شهيدا في مظاهرات عمت كل القطر الجزائري، ومجازر شملت مدن جالما، سطيف، خراطة ووصلت حتى سعيدة بالغرب الجزائري، إضافة إلى قصف المدنيين الجزائريين حيث دمرت قرى آهلة بالسكان بأكملها، هي سياسة الانتقام بأبشع وسائلها في مواجهة إيمان راسخ بحب الوطن والحرية والدفاع عنه بالنفس والنفيس. كما لا ننسى آلاف الشباب المجندين إجبارياً والذين راحوا في حروب لا تعنيهم.
ليثبت الشعب الجزائري لفرنسا والعالم أن الثورة الجزائرية ثورة شعب يرفض كل المساومات في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين. وتكون مظاهرات 17 أكتوبر 1961 محطة أخرى أظهرت نضالاً مستميتاً وشجاعة نادرة. هي قصة الجزائر وكفاح شعب، قصة تجمع بين البطولة والمأساة، بين الظلم والمقاومة، بين الحرية وطلب الاستقلال. كان أبطالها قوافل من الشهداء، شهداء بالملايين، وأبطالها أيضاً ملايين اليتامى والثكالى والأرامل. كتبت أحداثها بدماء في ميدان الصمود، في المساجد والشوارع الضيقة وفي جبال الوعرة، حيث كان الأحرار يقاومون ويستشهدون. الله ربي يرحم كل الشهداء يا رب العالمين. إذن تفننت فرنسا في التعذيب وفي رسم جرائمها التي أكيد تبقى وصمة عار في أرشيفها، وتبقى تاجا على رؤوس كل جزائري في تاريخنا المجيد. إذن نذكركم فقط أننا نتلفق عبر قنوات التلفزيون الجزائري من خلال هذا البث الحي والمباشر للوقوف عند الحدث 11 ديسمبر 1960. على الساعة 9 سيكون موجز للأخبار من القناة الإخبارية. وهو كذلك زميلتي حياة. إذن مشاهدينا الأعزاء، نعيد أو نعود بكم إلى الوراء، إلى الحدث بالضبط، إلى 11 ديسمبر 1960 عبر كرونولوجيا تتبع الأحداث
محطة بمحطة مع الشيخ محروسة بعد الفاصل. صباح الخير الشيخ محروسة، أهلا بك في أول عدد من صباح الذاكرة. كما كنا نستمع الأغنية طيارة صفراء. نعم. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. وتحيا الجزائر. صباح الخير مستمعينا الكرام ومشاهد الكريم، أخت حياة والأخ حمو، في هذه الذكرى يعني الذكرى الكبيرة والعظيمة على شعب الجزائر، ذكرى 60 اللي 11 ديسمبر 1960 اللي كانت بالجزائر وعدة أحياء بالجزائر، وهذه اللي كانت فيها عدة مراحل. تعرف إبلي منذ مجيء رئيس دوغول على الحكومة أو الجمهورية الرابعة في 8 جانفي 1959، وبعد ذلك تم تأسيس الجمهورية المؤقتة أو الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958. تغيرت الأمور لأن مشات الأمور إلى المفاوضات ويعني تنظيم كل ما هو في الداخل، السياسة الداخلية والخارجية. أما فيما يخص الدولة الفرنسية كانت فيه عدة نزاعات حتى في البرلمان، فيما يخص النواب، في الحركة السياسية لليمين واليسار والمركزيين، وكذلك حتى بما يسموها بالمتطرفين لزيكستريميس، وبعد ذلك أصبح حتى لزيترا. تعرف بلي كان فيه تلك الفترة للجزائر العاصمة انحصرت منذ شهر أو العام يعني من شهر جانفي 1960 في 24 جانفي إلى غاية يعني أول فيفري 1960 كان حصار الجزائر. 11 شهر من بعد ذلك كل هذاك جاء في الفترة التي كانت فيها مخطط شارل الذي كان من 6 فيفري 1959 إلى غاية 6 أبريل 1961. كل هذا 11 من شهر جاء ب يعني مظاهرات 11 ديسمبر 1960 اللي كانت ببلكور والمدنية ومدام لافريك، وكل الجماهير وكل شعب جزائري يعني تلم مشارك في هذه المظاهرات اللي كانت فيها الشيء المميز يعني الكبير، وهو مشاركة المرأة يعني بكثرة النساء، الراية الوطنية، الشباب وحتى الأطفال، واستشهد فيها بنت أصغر من 13 سنة في ذلك الموقع اللي كان يسمى بسابق محمد بلوزداد. تعرف بلي شارل دوغول رئيس الدولة الفرنسية في 4 ديسمبر قرر باش يزور مدينة الجزائر وغيرها من المدن يعني تينمسان، عين تيموشن، شلف، وهران، البليدة، شرشال وغيرها من المدن، وهذا كان بعد ما كان فيه لقاء مع الوزير الأول اللي هو ميشيل دمبري، وتعين أنذاك بلويس جوكس في 22 نوفمبر بين هو وزير مكلف بالشؤون الجزائرية. دونك في 4 أيام بعد ذلك كان توقيع مرسوم اللي هو 60299، مرسوم فرنسي اللي كان أنذاك الوزير الأول ميشيل دمبري في 8 ديسمبر 1960. يوم بعد ذلك يعني يتنقل شارل دوغول إلى تينمسان، إلى مطار زنات، المطار العسكري بزنات، على متن طائرة كارافال، ويمشي إلى تينمسان لي يعني مخاطبة السكان الفرنسيين والسكان تما. وهذاك اليوم كان فيه برد قارس وثلوج، وما كان شاءت الأقدار أن ما يحضر إلا بعض يعني سكان من فرنسيين. وبعد ذلك تنقل على متن مروحية هليكوبتر إلى عين تيموشنت في يعني لحضور خطاب لمسؤولين محليين، وهنا وقعت فيه اشتباكات كبيرة لأن كان فرنسيين خرجوا بشعارات الجزائر فرنسية، ورد كان رد الفعل قوي من الجزائريين في سكان عين تيموشنت، وصارت فيها مناوشات كبيرة، وكان مرفوق شارل دوغول أنذاك بميسمير لويس جولسان
مسمار وخيبان اللي هو قائد القوات لجيش الدرك الفرنسي، اضطر الامر انه حتى يركب في سيارته لا دي اس مع جون موران، وكان يسمع هو يمشي بالسياره يسمع يعني الاهازيج تاع الشعب الجزائري ويتكلموا يقولوا له في كل منطقه اللي راحك تمشي لها تسمع الا الجزائر حره ومستقله. كل هذا كان لان كان في جدول اعمال في 20 جويليا تم كتابه او القضية الجزائرية في 20 جويليا 1960، وكانت من المفروض يعني تكون فيه يعني مداولة في 14 و 15 ديسمبر 1900. اغتنم الفرصة قيادة يعني الثورة الجزائرية اللي هي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية اللي كان على رأسها فرحات عباس، اغتنم بهذه الفرصة يوم 10 11 و 12 و 13 لأن دامت مدة أسبوع إلى غاية يعني 18 ديسمبر في مختلف المناطق اللي سقطوا يعني سقطوا فيها اكثر من 120 شهيد و 112 يعني مجروح، يعني كما يقولوا بالفرنسيه مجروح اليم وكلش، وفيه اعتقالات اكثر من 500 اعتقال اللي قام بها الاستعمار الفرنسي. وهذا كان منعرج حاسم اللي ادى الى الانتخابات تاع 8 جانفي 1961 اللي كانت يعني النتائج تاعها 74.99 نعم للجزائر، والانتخابات لاول جويليا 1962 اللي كانت النتائج تاعها 99.2 نعم للجزائر حره ومستقله. وهذا هو ما جبناه لكم يعني اليوم فيما يخص احداث 11 ديسمبر 1960 اللي كانت في كل احياء الجزائر بما فيهم القبه بئر خادم وقصبه مدن وكل مناطق. شكرا لك على هذه الكرونولوجيا. الساعه 9 صباحا موجز الاخبار على القناه الثالثه، اما نحن متواصلون دائما معكم من خلال هذا البث الحي والمباشر عبر قنوات التلفزيون الجزائري. الان سوف يكون لنا حديث حمو عن هذه الاحداث الكبرى في مسار الثوره الجزائريه والتي غيرت وكانت مفصلا للثوره وفي مسير الثوره الجزائريه، والحديث سوف يكون الان عن هذه الذكرى العظيمه وهي وقفتنا واحياؤنا واحتفالنا في هذا اليوم الاغر مع وقفه او ورقه في 11 ديسمبر 1960 مع زميلنا طاهر حليس، فلنتابع ثم بعده مباشره موجز التاسعه. ثورة التحرير أنت رسالة أزلية إعجازها الإلهام لك في الجزائر حرمة قدسية وبكل قلب في الوجود هيام. تحت شعار وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر تحيي الجزائر اليوم الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر سنة 60 900 و1000. بعد عامين ونيف من وصول دوغول لسدة الحكم بفرنسا، أراد الجنرال زيارة الجزائر والوقوف على التقارير التي كانت تصل إليه، فوضع الجنرالات في الجزائر خريطة الزيارة وتحديد أهدافها، كما درس التوقيت والمكان، وتم اختيار مدينة عين تيموشنت لاعتبارات سياسية واجتماعية وأمنية. الجمعة 9 ديسمبر سنة 60 900 و1000 نزل دوغول بمطار زناتا بتلمسان، وانتقل مباشرة منه بواسطة طائرة مروحية حطت بمدينة عين تيموشنت. وفي ساحة البلدية كانت الجموع من المعمرين والعمال في انتظاره.
هنا كانت بداية الأسبوع الخالد من مظاهرات ديسمبر التي رفعت بها الراية الوطنية لأول مرة في وجه ديغول، وحدث صدام بين شباب عين تينوشنت والبوليس الفرنسي وغلاة المعمرين. انتقلت المظاهرات يوم 10 ديسمبر إلى وهران ومستغانم، وخرج الجزائريون ضد المظاهرات التي قام بها المعمرون تحت شعار الجزائر فرنسية. كل هذه الأحداث كانت مقدمة لليوم المشهود 11 ديسمبر 1960، حيث جاء زحف المظاهرات الشعبية العارمة، وخرج الشعب في مسيرات وتجمعات حاشدة عبر كامل المدن الجزائرية، فمن شلف إلى بيجاية، الأغواط، البليدة، تيزي وزو، باتنا، تبسة، وكانت العاصمة مسرحا مفتوحا للأحداث ولمدة أسبوع، من أكثر المدن تنظيما. فلقد انطلقت المظاهرات في نفس الوقت وبنفس الشعارات وبالراية الوطنية، وتحركت من بلكور إلى المدنية، الحراش، باب الواد، القبة، بير خادم، القصبة، فأحدثت حالة من الارتباك والفوضى والذهول في قيادة الجيش الفرنسي، وسقط بالعاصمة وحدها أكثر من 280 شهيد. لقد خلفت الأحداث عبر كامل المدن الجزائرية زهاء 800 شهيد وأكثر من 1000 جريح وعشرات المفقودين، فكانت جريمة في حق الشعب والإنسانية. ضربت فرنسا الاستعمارية بها موعداً آخر مع التاريخ في انتهاكها واختراقها لكل الأعراف الإنسانية والدولية. لقد ساهم الإعلام الدولي المرافق لزيارة ديغول في نشر الحقائق والأحداث. تمثل مظاهرات ديسمبر محطة بارزة في تاريخنا المعاصر ومنعطفا حاسما في تاريخ الثورة، وهي تعد خير تعبير عن وحدة وتلاحم الشعب الجزائري حول قيادته الثورية. كما ساهمت المظاهرات في إجبار الحكومة الفرنسية بقيادة ديغول على المفاوضات الجادة التي مكنت الشعب الجزائري من تقرير مصيره. إذن تقرير رائع لزميلنا طاهر حليس حول خلفيات وأحداث مظاهرات 11 ديسمبر 1960. وللحديث أكثر نرحب بالأستاذ بوكلنا، أستاذ جامعي عبد العزيز بوكلنا. نعم أستاذ جامعي، صباح الخير معنا في صباح الذاكرة. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، كيف أحوالك؟ والله الفرحة كبيرة اليوم وإحنا نعيش هذا الذكرى ونعيد استرجاعها من أجل الاستيعاب، من أجل كل الأشياء التي قدمها أجدادنا ولنعيشها نحن اليوم ونحيا في ونلعب بهذه الحرية. أكيد معك راح يكون الحديث حول الأبعاد التاريخية لزيارة ديغول التي أكيد ليست بالبريئة بعد عامين ونصف من اعتلائه السلطة يأتي إلى الجزائر في هذا الظروف وفي هذه بعد 6 سنوات عن الثورة التحريرية. يعني وش تقدر تقول لنا في هذا الموضوع؟ أولا السلام عليكم، شكرا على الاستضافة في هذا اليوم، وكما قلت الأخت حياة أنه فرحة على الجزائريين. صح. نعم نحن نعيش الاستقلال ولازمنا نفرح، لكن هذا اليوم ذكرى 60 لأحداث 11 ديسمبر 1960، كان يوم حزين على الجزائريين. نعم كان يوم حزين على الجزائريين، والتي صادفت هذا اليوم وهذه الفترة زيارة شارل ديغول.
وكان يوم ممطر مثل اليوم. سبحان الله. لكن اليوم مطر خير على أرض الجزائر. الحمد لله. أما عندما حطت به الطائرة في وهران فكان يوم ممطر. نعم. فهذه الزيارة ديغول منذ مجيء للحكم 1958 زار الجزائر عدة مرات. نعم. لكن هذه الزيارة تاريخيا نعم. تعد الزيارة الخامسة الرسمية. نعم. لكل زيارة فيها رسميات. لكن هذه كانت ظروفها كانت رسمية جداً. وهي آخر زيارة لديغول على أرض الجزائر. نعم. فعندما حل بوهران استقبل من قبل المعمرين من جهة والجزائريين من جهة. نعم. المعمرين كانوا ضد سياسة ديغول وهم الغولات أصحاب جبهة الفرنسية فرون أفي أف فرون ألجيريان فرنسيس. هذا التيار أصبح منذ 59 إلى غاية 1960 على استمرار ما حدث في هذه السنوات لبوش خاصة لداخل الجيش الفرنسي. نعم. صالون وغير ذلك ولزيرتر المعمرين وبدأت فيهم نواة لواس. من جهة أخرى بعض الجزائريين الذين تظاهروا ضد السياسة القمعية سياسة التنكيل. نعم. وخاصة عمليات 59 لن ننساها عملية شارل الأرض المحروقة فعلا. صح. كل الجزائر كانت للهيب الجبال الصحراء السهول أي شبر من أرض الجزائر لم تشهد فيه النار مثل 59 وهي من بين أكبر الجرائم اللي استعملت نعم فرنسا. أكبر الجرائم استعمال. فديغول زار بما بعد من عينة موشنت ثم تلمسان ثم عاد إلى أورلونفيل وهي الأصنام شلف اليوم. والمصادر التاريخية أن كانت هناك محاولات بين قوسين اغتيال ديغول من قبل المعمرين. نعم. الذين كانوا ضد هذه الزيارة لأن شعارها أصبح من بعد ألجيري ألجيريان وغير ذلك. نعم. والجزائريين فعلا تكلموا وكانوا يصيحون ألجيري ألجيريان الجزائر الجزائرية ليست الجزائر الفرنسية. فهذا ما حدث في هذا اليوم. نعم. حتى هذه الدراسات تقول لك أن اضطر ديغول طبعا مورا الذي كان يرافقه أن تغيير مسالك الطريق في الأصنام أن هناك مؤامرة لاغتياله. وبعد ثم حل بالبوليدة. نعم. البوليدة جاء عن طريق الهليكوبتر عن طريق المروحية. بالنسبة للمحطات اللي كان راح يروح لها ديغول كانت يعني ربما مخطط لها مسبقا أم أنه لما أتى إلى الجزائر تغيرت الأمور؟ لا هو مخطط لها مسبقا. نعم. مخطط لها مسبقا أن في ذهن ديغول أن جبهة التحرير انتهت. أن الفلاقة بين قوسين المجاهدين انتهوا. أن عمليات ما قلت لك شارل 59 تركت الأرض المحروقة. صح. حتى كتاباتهم يقول لك لم نصبح نشهد هناك مجاهدين لجيليراك اسمه أو مكافحين ينتمون إلى جيش التحرير الوطني. ففي ذهن ديغول أن باسيفيكاسيو كما كانوا يسموها أن الألجيري باسيفيك. نعم. انتهى السلم. انتهى. السلم في الجزائر. هذا ما كان يدور في مخيلته وهو الذي جاء به المخططات من جاء بشال وجاء بغيرهم. نعم. ديغول في حد ذاته جرب كل الوسائل سياسة القمعية. نعم. سياسة القمعية. فعندما حل قلنا في البوليدة ثاني هناك مؤامرة أحد المعمرين يقول لك كان مختال العقل أراد أن يفجر مروحيته حتى اضطر للكور اللي بقى في مطار بوفاريك طلعوا عدة ديزيلوكوبتر ما عرفش أي مروحية هي للرئيس ديغول. تتخيل ذاك الجو هذا ما كانوا يعيشه جو مشحون مكهرب كأنه مكهرب. بوركان في جلده مكهرب. نعم. الجزائريين كانوا يعيشون الجمر على الجمر فعلا. كيف ديغول يحل بالجزائر والقتل مستمر. صح. مستمر منذ أن نزل من وهران عينت مشت والقتل موجود في الجزائر لأن كانوا محضرين له لزيارة هذا.
جحود وغير ذلك كانوا محضرين هنا في العاصمة حتى فيه أن تسليم أسلحة للمعمرين هذا. فعندما في 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 في, في البوليدة ثم إلى الرغاية نزل في الرغاية أيضا بالمروحية. شوف بالمروحية ليلة 11 ديسمبر ماذا حدث؟ هذا هو يعني المغزى الحقيقي. المغزى هنا في الجزائر كانوا يعيشون هذا الجو. فتخيل انت في احيائهم الشعبيه واغلبهم شفنا في الشارات كانوا في بيوت قصديريه دي بيدونفيل هنا في بيكول على الزباب في المراديه كلوس سالامبي الى غير ذلك لان الشعب الجزائري كان مضطهد اذا هذه المرحله وياتون المعمرين الى حي بيكول بروفوكاسيون دي جانك يبروفوكون في الجزائريين في في, في عقر داره تعدوا عليهم في ديارهم والجزائري مهما كان اي مواطن اي انسان تعدي على حرمات فهذه كانت شحنة عند الجزائريين وبدأت نعم. أول مشادات في هذه الليلة الجزائريين لم ينامون نعم. لم ينامون هذه الليلة السوداء أعطيك صحة أستاذ ماذا حدث في الليلة السوداء؟ أصبح الجزائريين والجزائريات يخيطن في العالم الأطفال وحتى الأطفال شفنا في الشارات يعني الكل خرج في هذه المظاهرات صباح باكر حق المسلوب فتفاجأ الجميع نعم. من أين حلوا؟ مسجد القبة العلم الوطني شكرا لك أستاذ متى؟ انتهى فقط في الأخير ربما لا في الأخير إذا سمحتي ففي الأخير باش نقول أن هذه المظاهرات فعلا أبهرت العالم بحد ذاته صح. فأصبحت هذه المظاهرات من مظاهرات 1960 11 ديسمبر أصبحت مرجع إلى اليوم في إثارة المدن إثارة المدن وقارنوها كثير بما يجري في العالم اليوم حتى في هذه ما يسمى بالحركات الغذائية شكرا لك أستاذ عبد العزيز بوكنا كنت معنا من خلال هذا الصباح ومن خلال حديثك عن الردود الداخلية نقول ويعني هذه المظاهرات والشعب الجزائري كيفاش ناضى وهبة واحدة من أجل استرجاع حقه المسلوب أما الآن زميلي حمو سوف يكون لنا الحديث عن الردود الدولية بعد الردود الداخلية ليس كذلك نعم. شكرا أستاذ بعد الحديث عن الردود الداخلية نتوجه مباشرة إلى الحديث عن ردود فعل الدولية حول هذه المظاهرات 11 ديسمبر 1960 في تقرير مريم صحراوي ثم نعود مظاهرات 11 من ديسمبر محطة بارزة من محطات ثورة شعبية مظفرة دونت بحروف من نور في سجلها الخالد إذ كانت من بين الحلقات الأخيرة لملحمة نوفمبر لكونها المنعرج الحاسم لتقرير مصير شعب آمن بقدرته على الانتصار فكسر أسطورة الجزائر فرنسية بتلاحم شعبي وراء مبدأ لا حياة دون استقلال وأن الجزائر جزائرية كانت المظاهرات بحق موقفا شعبيا صامدا أمام مخطط شارل ديغول الذي أراد أن يحسم القضية الجزائرية باعتبار الجزائر جزءا من فرنسا بكل غطرسة وعنجهية هذا الشعار الذي هز النفوس الحرة من أعماقها التي طالما تاقت للانعتاق من ليل طويل جثم على أنفاسها فكان الرد بركانا شعبيا وجبهويا انفجر في وجه مخطط استدماري أجهض في أوانه بفضل حشود من المتظاهرين عبروا عن وحدة وطنية والتفاف محكم حول الثورة بتجمعات شعبية في الساحات العامة بالعاصمة وغيرها من المدن الجزائرية
من خلال شعارات متحدة: الجزائر مسلمة مستقلة، برفع العلم الوطني وهتافات تحيا الجزائر. فقامت السلطات الفرنسية بقمع هذه المظاهرات بوحشية أدت إلى سقوط العديد من الشهداء، لتؤكد المظاهرات مرة أخرى حقيقة فرنسا الاستدمارية وفظاعة إجرامها في الجزائر أمام العالم. أجبرت المسيرات الشعبية فرنسا والعالم على الاعتراف بأن للجزائر هويتها وكيانها مهما فعلت فرنسا لطمسهما. تعدت المظاهرات حدود الجزائر لتقنع هيئة الأمم المتحدة إلى إدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها، فكان الانتصار بتصويت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية، رافضة بذلك المبررات الفرنسية الداعية إلى تضليل الرأي العام العالمي، فاتسعت بذلك دائرة التضامن مع الشعب الجزائري. أدخلت فرنسا في نفق من الصراعات الداخلية وتعرضت إلى عزلة دولية بضغط من الشعوب، الأمر الذي أجبر شارل دوغول إلى الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد والشرعي للشعب الجزائري، لتفتك الجزائر استقلالها بعد كفاح مرير ومفاوضات عنيدة وصعبة أرخت لحكاية شعب أراد أن يحيا مهما كلف الثمن. إذن لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 والشعب الجزائري الذي كافح من أجل نيل الحرية وإضعاف القوة التي كانت تدعي آنذاك فرنسا، فكانت لهذه المظاهرات ردود فعل داخلية. واليوم أو الآن نتحدث عن ردود فعل دولية. نرحب بالأستاذ والباحث الجامعي زهر بديدة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أستاذ، كيف حالك؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. أكيد أنه الحديث عن هذا الشق من المظاهرات 11 ديسمبر 1960، ألا وهو ردود الأفعال الدولية حول هذه حول القضية الجزائرية بالذات، كبير جدا بمثابة انفجار بركاني للشعب الجزائري حول الاستفزازات الفرنسية الرامية لطمس الهوية الجزائرية. لو نتحدث عن التراتيب الإيجابية التي انجرت وراء هذا المظاهرات. أولا في هذا اليوم الطيب المبارك من الجمعة المصادف ل 11 ديسمبر، تحية طيبة مباركة إليكما. شكرا. وإلى جميع السادة المجاهدين. ثانيا في هذا اليوم كذلك نتذكر شهداء الجزائر ومجاهدي الجزائر الذين ناضلوا بالنفس والنفيس وجاهدوا بالنفس والنفيس من أجل استرجاع السيادة الوطنية، وما هذه اللحظات التي نعيشها إلا بناء على تلك المجهودات والدماء الزكية التي بذلوها. سياقات 11 ديسمبر متعددة. لماذا؟ لأن ديغول في هذه المرحلة لدينا على الأقل نتكلم عن طرفين. نعم. إن لم نتكلم عن طرف الثالث وهم دعاة الجزائر الفرنسية. الطرفان هم جبهة التحرير الوطني وديغول. جبهة التحرير الوطني كانت تعي منذ البداية أنها حتى تصل إلى مبتغاها يجب أن تعمل على العديد من الجبهات، منها العمل الدبلوماسي، والعمل الدبلوماسي لا يأتي إلا بالميدان، الميدان سواء على مستوى جيش التحرير الوطني أو ملف الجماهير. في برنامج الثورة أو في مقترحات الثورة
تكلمت عن هذه المرحلة، مرحلة تحريك ملف الجماهير بشكل قوي، لأن تحريك الجماهير سابقا كان موجود في كل مناسبة 5 جويلية أول نوفمبر، كان موجود منذ تقريبا سنة 55 كانت الجماهير تتحرك، ولكن ليس بالحجم الذي لم يكن لها هذا الصدى، ربما لم يكن لها هذا الصدى، وحتى إضراب 8 أيام داخل في تحريك الجماهير ونقل الثورة من الأرياف إلى المدينة والمدن. لما وصلنا إلى سنة 1960، سنة 60 مميزة، مميزة على جميع المستويات، مميزة لأن الثورة خرجت أولا في جون في 60 بعد المؤتمر طرابلس الأول للمجلس الوطني للثورة بقيادات جديدة، بحكومة مؤقتة ثانية، برؤية حتى للملف الجماهيري تكلمت عنه، ولو تكلم عن هذا الملف شفهيا قيادات الثورة، من بينهم طبعا كلهم توفوا الذين نسقوا في هذا الموضوع، من بينهم السيد عبد الحميد المهدي، تكلموا على أن المرحلة الآن هي مرحلة تحريك الجماهير، وتحريك الجماهير سيكون لديها صدى إعلامي والذي سيكون لديها صدى دبلوماسي. ديغول في هذه السنة بالمقابل كان أولا وقعت له هزة في مطلع 1960، محاولة انقلاب أولى، بالمقابل أصبح دخل النادي النووي، بالمقابل حاولت فرنسا أن تستضيف العديد من المؤتمرات الدولية حتى تؤثر على العديد من الدول في اتخاذ موقفها من الجزائر. في سنة 1960 صادق ديغول على وكل هذه الأحداث ساعدت في إسماع صوت ليذهب ليستثمر كل هذه القضايا، يستثمرها في المحفل الدبلوماسي التدويل في التدويل أو في التضييق على تدويل القضية الجزائرية. كان كذلك في الإطار الدبلوماسي أو حتى يفتت الثورة ويقول أن الوضع هادئ والوضع وأن الجزائريين موالين له، حاول أن يلعب على تفريق الثورة بما يعرف بقضية الإليزي، وأنه ليس هناك ممثل واحد معنا للدول للعالم، ليس لدي من ليس للجزائر ممثل شرعي وحيد، فيه من هو في الميدان، فيه طاولة مستديرة مستقلين، أحزاب أخرى يمكن أن تشترك، وهذا التدويل كان يروج به العالم. البرمجة الاستفتاء حول تقرير المصير وفكرة الجزائر الجزائرية وزيارة ديغول كانت مربوطة بعقد دورة الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة في تلك الأثناء، وهو يعرف جيدا أنه قد خسر حتى من دول الحلف الأطلسي أصوات لم تعد تؤيده في تلك الأثناء. قام بإرسال طبعا ميشيل دوبري إلى الأمم المتحدة ليدافع عن الموقف الفرنسي، وهو جاء إلى الجزائر في ميقات كانت الأمم المتحدة مجتمعة وتعقد دورتها، أولا ليبعث رسالة أن الجزائريين موالين لفرنسا، بالتالي لا داعي للأمم المتحدة أن تجدول هذه القضية أو أن تعترف بوجود قضية في الجزائر تحتاج إلى تقرير مصير. ثانيا كان يروج إلى الاستفتاء الذي كان عقده في أو برمجه في الواحد في الثامن جون في 1961. نعم. إذن كان يعني كان يقوم بالتنسيق مع قلت وزيره الأول ميشيل دوبري وهو في الجزائر، كل هذا حتى لا يعطي للثورة صداها الدبلوماسي ولا يمكن الثورة من أن تسجل كقضية تقرير مصير وقضية ملحة يجب حلها في أغلب القريب العاجل، وقضية قد تهدد الأمن والسلم العالميين. نعم، وهذا يعني ربما انقلب السحر على الساحر، يعني جاء ربما ديغول بأفكار وفي الأخير طرأت أفكار مغايرة تماما نظير هذه الهباء الشعبية وهذه المظاهرات السلمية، أقول أنه كانت مظاهرات سلمية من طرف الجزائريين لكن كان الرد همجي من طرف قوات المستثمر. إذا علقنا على جانب المظاهرات السلمية، نقول أننا وصلنا إلى 11 ديسمبر بفعل التراكم الذي جاء من الحركة الوطنية وأسست وواصلت في جبهة التحرير الوطني التراكم في التكوين السياسي للمجتمع الجزائري. ومظاهرة ماي 1945 ليست ببعيدة، الجزائريون أصبحوا يعون جيدا ماذا يفعلون وماذا يريدون. هو تأكد بأن الجزائريين الذي كان يقول أنهم مولين لفرنسا
من أول يوم لزيارته في 9 ديسمبر من عين تيموسنت حتى آخر أيامه في الزيارة في الشرق الجزائري، تأكد من أن كل الجزائريين على مستوى واحد وعلى رؤية واحدة وعلى هدف واحد، وانضباطيتهم والتزامهم وشعاراتهم التي رفعوها التي قالت بها الحكومة المؤقتة وجبة التحرير الوطني هي ضرورة استرجاع السيادة الوطنية وضرورة اعتراف فرنسا بهذه السيادة الكاملة والموحدة. قلت كل هذه الوقائع إضافة إلى الإعلام فاضح دور كبير، خاصة نحن نتكلم عن أننا في 1960 تطور الإعلام بشكل كبير، المكتوب المسموع وحتى المرئي في تلك الأثناء. كل هذه وسائل الإعلام سجلت ما يقع في الجزائر وأكدت أن غالبية الجزائريين، حتى نقول كل الجزائريين، غالبية الجزائريين هي لا تمشي في مشروع ديغول، بل بالعكس تماما تمشي في مشروع الثورة ومشروع جبهة التحرير الوطني. وكان ديغول يقول أن المدن بعمومها أصبحت هادئة. هذه المظاهرات التي عمت المدن أكدت على أن هذه المدن أو أن سكان المدن هم مرتبطين بجيش التحرير الوطني وهم أو مكملين لأداء جيش التحرير الوطني، وهم مرتبطون بأهداف الثورة، وأن الحكومة المؤقتة وجبهة التحرير الوطني لهم تأثير كبير ووجود قوي في عموم الجزائر، بدليل أن هذه المظاهرات لم تتوقف إلا بعد تصريح الحكومة المؤقتة في 16 ديسمبر 1960. إذن كل هذه الوقائع جعلت حتى الدول المترددة أو بعض الدول المترددة تأخذ موقف وتكون يعني لديها الشجاعة في أن تأخذ موقف من الاستعمار الفرنسي والاحتلال الفرنسي، بما فيه يعني حوالي 8 أو 5 دول من الحلف الأطلسي يعني المقربة من فرنسا صوتت لصالح تدوير القضية الجزائرية ولصالح تقرير مصير الشعب الجزائري. أكيد، شكرا أستاذ. ونذكر فقط أن هذه المظاهرات ومن خلال هذه المظاهرات التي أسمعت أصواتنا دوليا أثبتت أنه ضرورة الشعب الجزائري حول تقرير مصيره أصبح حتمي في هذه المرحلة. شكرا لك أستاذ، أعطيك الصحة. شكرا لك على هذا التدخل. شكرا أستاذ الزهر بديدة، الأستاذ الجامعي والباحث، على هذه المعلومات القيمة حول ردود الفعل الدولية لهذه المظاهرات التي انطلقت من شارع بلوزداد بحي بلكور العتيق. فورقة وروبرتاج مع طاهر حليس ثم نعود. انتفاضة الشعب التي أسمعت صرخة بلكور بمنهاتن، كلمة قالها كريم بالقاسم يوما. مظاهرة 11 ديسمبر هاته تعتبر منهرجا حاسما في تاريخ الثورة التحريرية، بل هي الوجه الآخر للثورة. هذه المظاهرات هي بمثابة انفجار بركاني هز عرش ديغول وفضح الاستفزازات الرامية إلى القضاء على هوية الشعب الجزائري وجعل الجزائر قطعة من فرنسا. هذه المظاهرات دامت أكثر من أسبوع، فمن عين تيموشنت إلى وهران إلى الجزائر العاصمة إلى العديد من المدن الجزائرية، إلا أن العاصمة بكل أحيائها كانت مسرحاً مفتوحاً على الأحداث، وسقط العشرات من الشهداء. هنا ببلكور، إحدى البلديات التي قدمت في هذا اليوم المشهود العديد من الشهداء، هنا بهذه الساحة استشهد الأبرياء في مظاهرات سلمية، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقهم في تقرير المصير.
الساحة وستبقى تذكر أسماءكم وتكتب تاريخكم للأجيال. لقد وفى الرجال وأصبحت بالكور اليوم محمد بالوزداد، وفاء لنضال وجهاد الرجال من أمثال محمد بالوزداد. نعم، لا ولن ننساكم، وهذه مآثركم نجسدها في كل حي لتبقى تدوي في سماء الجزائر وفي وجه الاستعمار، وتبقى الأجيال تذكر نضالكم وجهادكم وتاريخكم لأنكم حررتم الوطن أيها الشهداء. أيها الشهداء، أنتم يا من شرفكم الوطن وزكاكم التاريخ. أيها الأبطال البواسل، يا من سقطتم على الأرض من أجل الأرض، فلولا تراب هذا الوطن لمن حنت الرؤوس. أنتم يا من ثرتم فحياة أو ممات وعقدتم العزم أن تحيا الجزائر، فبفضلكم الجزائر تنعم اليوم بالحرية والاستقلال. تحية إجلال وإكبار إلى شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية. إنها الأرض، إنه الوطن، وطن الشهداء. إنها الأرض، إنه الوطن، إنها الأم الجزائر. مشكور زميلنا طاهر على هذا الموضوع، وأكيد أنه كل شبر في هذا الوطن وكل حجر مسقي بدماء شهدائنا الأبرار. الآن سوف يكون لنا حديث في الشق الاجتماعي، نبدأها من مقولة الثورة يحتضنها الشعب، وتحضر معنا الأستاذة حريش أمينة مختصة في علم الاجتماع. مرحبا بك. مرحبا بك كل المشاهدات والمشاهدين. أهلا بك أستاذة. شكرا. أمينة، الحديث كما قالت زميلتي حياة المظاهرات، مظاهرة 11 ديسمبر، لكن بنظرة اجتماعية. هذا الشعب الجزائري الذي شرف الوطن وسبل يعني نفسه وجهده وروحه ودمه لأجل تحرير الوطن، نظرة اجتماعية، يعني كيف تلاحم أو قراءتكم لتلاحم ووحدة الشعب الجزائري؟ اليوم نحتفل بمظاهرات 11 ديسمبر بفضل تضحيات الجسام لرجال ونساء آمنوا بأن تحيا الجزائر حرة مستقلة، وها نحن اليوم يعني أحفاد وحفيدات حسيبة بن بوعلي، كل الشهداء، يعني اليوم رانا ننعم في جزائر العزة والكرامة. عودة إلى سؤالك، نعم، الجزائريون أنذاك كان إيمانهم بالاستقلال، كانت كذلك الوحدة هي الحافز. هي الحافز، هي اللي كانت تخليهم يتعداوا كل الصعاب آنذاك، رغم أنه الشعب الجزائري نحن كلنا يعلم كانت وسائل قليلة جدا، نشوف أنه الحرب كانت حرب جسدية وحرب نفسية ضد هذا الشعب الأعزل، ضد هذا الشعب الضعيف ماديا، لكن القوة المعنوية، الإيمان بالانتصار، الوحدة. عندما نشوف أنه الأحياء التي كانت هي المنبع اللي خرجوا منه المجاهدات والمجاهدين، كانت هي الأساس آنذاك في الحرب، حتى في الجبال ونشوفوا قساوة الطبيعة، هنالك اتفق الجزائريون على الانتصار، اتفق الجزائريون على التحرر من كيد المستعمر الغاشم. إذن هذا أنا نقول هذا التحفيز الداخلي، يعني كان هنالك دافعية، كان هنالك إيمان، كان هنالك وحدة. عندما شوفوا أنه أنا ذاك حدثت حتى خاصة في العاصمة، وكنا نشوفوا يعني بالوزداد هنالك الأسر الجزائرية كلها كانت أسر
لكن أسرة واحدة. عائلة واحدة هي الجزائر. نعم، ولو نسقطوه أستاذة ونشوفوه يعني نرجعوه إلى دار سبيطار البيت الكبير، يعني هذا هو التلاحم. شفنا كيفاش كأنه عائلات مجتمعة، حتى الشاهد للعيان من خلال هذا المسلسل أو لدارس لرواية الكبير أحمد ديب يشاهد أنه على أساس أنه كانت هي عائلة واحدة، لكن هي مجموعة من العائلات، وهذا هو السر ربما. في علم الاجتماع يعني نسموه العائلة الممتدة. نعم، أنذاك في وقت الحرب كانت العائلة الممتدة موجودة، الدار اللي فيها الجدود فيها الأعمام وحتى الجيران، يعني كان هنالك. احنا نقولوا اليوم نتمنى ترجع العائلة الممتدة، أنه الجار ينصح أبنائنا، صح، ترجع هذيك العائلة. اليوم ولات عائلة النواة في ظل هذا التطور التكنولوجي، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أسرة نواة، يعني ناس عايشين في حي مع بعض، واحد ما يعرف جاره وش به إلى آخره. لكن أنا ذاك هذه العائلة الممتدة ساهمت حتى في إخراج هذا المستعمر الغاشم القوي أنا ذاك بالوسائل المادية، لكن كان ضعيف أمام إيمان الشعب، أمام تلاحم أنا ذاك. قلت العائلة الممتدة ودار سبيطار كانت نموذج، صح، احنا كبرنا على هذاك المسلسل للكبير أحمد ديب. عندما تشوفي أنه النساء والأطفال يساهمون في الحرب أنا ذاك، صح، كان الطفل الصغير المجاهدين يرسلوا الأطفال لأنه ما يكونش فيهم شك، يرسلوهم يدوا الرسائل إلى الخاوة. المرأة كذلك كانت هي اللي راهي تخبي هذاك الراجل، وهي تخرج للمستعمر وتقول له ما كانش زوجي. هذه المرأة اللي كانت تواجه العدو الغاشم بكل ليس فقط عن الزوج ولكن حتى على الجار، حتى على المسبلين، حتى على الفدائيين، وهذا هو السر. والسر أنه عندما نشوف حتى البيوت، حتى الطابع العمراني آنذاك، يقدر يعني المجاهدة والفدائي صوتي من دار لدار يعني يقفز، صح، كي كان ممكن عائلة راهي ترقد، يحكوا أمهاتنا وأبائنا وحتى أجدادنا راهو راقد مثلا، العائلة راقدة، عندما يقفز مجاهد ويدخل حتى القلب الدار الكل يصمت، حتى الأطفال الصغار، صح، من أجل عدم لفت انتباه العدو، وخاصة عندما تكون هذيك الدوريات آنذاك. يعني العائلة الممتدة وذلك التلاحم والتعاون، ما عندكش نعاونك حتى ماديا، كانت دائما يعني يطبخوا العائلات تكون ميسورة مقارنة بالعائلات الأخرى، يعني هذيك الطبخة اللي هي كسكوسي طبخة تقليدية يتم توزيعها حتى على كل الجيران. نعم. شوفي يعني ذيك العلاقة. لهذا فرنسا رغم أنها مارست حرب نفسية، لأن الحرب الجسدية اللي هي المحتشدات واللي هي التعذيب، تنكيل بأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا آنذاك، هذا بالمقابل كانت حرب نفسية، صح، كانوا دائما يريدون إحباط الشعب الجزائري وتفريق الزرع، سياسة التفرقة، نعم، زرع سياسة التخويف آنذاك. لكن الدافعية البيعه نقولوا احنا يا دائما لازم نتفادى العوائق النفسية الداخلية. عندما تكون الدافعية مرتفعة، عندما يكون الإيمان بالقضية، وخاصة عندما يكون التلاحم سر انتصار الشعب الجزائري الأعزل آنذاك. يعني كل العالم كان يشوف أنه هذا الشعب هو شعب مغلوب على أمره، ما عندوش أسلحة، مقابل يعني قابلوا الاستعمار الفرنسي بكل وسائله، جيش من أكبر جيوش العالم، لكن الإيمان بالانتصار كان هو سر نجاح الثورة، نعم، الجزائرية اللي هي يعني من أحسن الثورات تاريخيا. نعم، وهذا ما لم يستطع الاستعمار القضاء عليه هو هذا التلاحم وهذا التضامن بين الجزائريين وبين الأسر الجزائرية، وأكيد بقام ترسخ حتى عند الأجيال اليوم. شوفوا هذا التلاحم في الأحداث الكبرى اللي صارت الجزائر، كل الجزائريين متضامنين متلاحمين، وأقل دليل ربما هي جائحة كورونا. لو نربطوها يعني بالتاريخ الكبير للجزائر نبقى ونعرفوا أنه الجزائر بقى متلاحم وبقت هذه الصورة الإنسانية عنده. ليس الحمد لله الشعب الجزائري عبر التاريخ أثبت أنه شعب متكافل، نعم، متلاحم، أثبت أنه شعب قوي، أثبت أنه شعب يملك من روح المواطنة الكثير. وشفنا يعني هبات تضامنية في أزمة الكورونا، حتى اليوم نشوفوا شباب متطوع، نشوفوا ناس فتحة بيوتها، الحمد لله. كذلك عبر التاريخ كل المحطات اللي مرت بها الجزائر، نعم، بما فيها العشرية السوداء، نعم، سنوات، يعني نشوفوا دائما هذاك الشعب الجزائري اللي قعد متكافل. هذا هو السر، وحتى في مباريات كرة القدم، صح، دائما نشوفوا أنه الجزائري
ينسى كل حتى الخلافات، يكون مثلا عنده خلاف مع جاره، عنده خلاف مع صاحبه من أجل فريق كرة القدم مثلا. يعني في صورة مبسطة فقط نقوله محليا مثلا فريق بالوزداد أو فريق ما نعرفش يعني اتحاد العاصمة ممكن هناك تكون خلافات حول كرة القدم، لكنها اللي تلعب الجزائر الفريق الوطني، الفريق الوطني تذوب كل الخلافات. صحيح. الشعب الجزائري يملك من روح مواطنة الكثير. حتى في ظل الطاقة السلبية اللي توجه له، حتى في ظل تربص الكثيرين بهذا الشعب بهذا الوطن، لكن بأبنائه ببناته نقولوا هنا ما بالك بشعب، يعني شكون هما أجداده؟ احنا كي نتكلموا نقولوا شكون أجدادنا، شكون آبائنا، شكون أمهاتنا؟ نحن أحفاد من؟ نحن أحفاد أبطال التاريخ كتب اسمهم بأحرف من ذهب. كيفاش احنا اليوم، احنا اليوم الشباب الجزائري ما نكونوش مثل آبائنا وأمهاتنا؟ مستحيل. هذه الوطنية تسري في دماء الجزائريين. صح. إذا كان اختلاف، إذا كانت محطات صعبة، إذا كانت يعني مطبات، إذا كانت مشاكل داخلية، لكن يقعد الجزائري متوحد مع أخوه، يقعد الجزائري متضامن مع أخوه، يقعد الجزائري يخاف على وطنه ويلبي نداء الوطن في كل الأحوال. الأحوال أكيد. نعم نعم، وأكيد احنا متميزين الأستاذة أمينة، لأنه حقيقة يكفينا فخرا أننا ننتمي إلى هذا الوطن وأبناء المليون ونصف المليون الشهيد، وكذلك ثورتنا درست في كبار الجامعات العالمية ومعترف بها. يعني لما تروح للخارج أنت جزائري، أنت ابن الثورة، أنت ابن المليون ونصف المليون أمير شهيد عبد القادر. ابن الأمير عبد القادر. يعني والله الحمد لله الجزائر تفتخر بكل أبنائها. شكرا لك الأستاذة أمينة. رسالتي لسمحت في الأخير رسالة خاصة للشباب، يعني أنا نقول تفادي الطاقة السلبية، لازم تآمن أن هذه الجزائر صح تنجح فيها. وفي هذا السياق أنا نقول اليوم متزامنا مع مظاهرات 11 ديسمبر، خاصة لشبابنا اللي يفرقوا يفكروا عفوا في الحركة، هذه هي بلادك، هنا تنجح، هنا راح تكون، وما تقدرش تكون كما حبيت خارج هذا الوطن. رسالة جميلة. الوطن هو الأم، هو الانتماء، هو الحب، هو الحنان، هو الحنان، ليس لنا وطن ثاني الا الجزائر. يعطيك الصحه استاذ. شكرا جزيلا استاذه امينه المختصه في علم الاجتماع على هذه المعلومات وعلى هذه القراءات الاجتماعية الجميلة حول مظاهرات 11 ديسمبر. ذكرت دور المرأة في هذه المظاهرات، وحديثنا الآن في بورتري عن شهيدة مظاهرات 11 ديسمبر صالحة وتيكي مع زميلتنا ياسينية.
إذن صالحة وتيكي شهيدة أول شهيدة في مظاهرات 11 من ديسمبر سنة 1960، فلم يسلم حتى الأطفال من بشاعة المستعمر وبشاعة المستدمر. ولنا حديث كذلك عن الأطفال وعن الدور الكبير الذي لعبه الأطفال ابن الثورة التحريرية، فالكثير منهم مشى ووصل حياته دون أن يذكر أبي على لسانه، ليس كذلك حمو؟ صحيح، وهو كذلك زميلتي حياة. ومعنا الأستاذ في علم الاجتماع تخصص سلوكيات الأستاذ بنجاح الحسن، وهو شاهد عيان على هذه المظاهرات وهو ابن 7 سنوات ما شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم، وهذه مبادرة رائعة جدا أن تكون عندنا قناة متخصصة في الذاكرة. قناة إن شاء الله ما تخليش المادة تاع الذاكرة بس ذاكرة حبيسة الكتب وحتى المسائل. والشيء الجميل اللي كنت قلت في حديثنا قبل ما نبدأ الموضوع، قلت أنه التاريخ حي بناسه وبالأشخاص اللي يروجوا للتاريخ، أليس كذلك؟ الحديث الآن ونسترسل في الحديث عن الأطفال ابان الثورة التحريرية. أنا ابن 7 سنوات، كان الوالدين رحمة الله عليهم كنا نقطنوا في حي شعبي، الحي هذا هو حي الجبل، سابقا كان يسموه لامونطاني في ناحية الحراج. أيوة نعم. حي الجبل هذا كان حي كما لا سيتي فولوتيف، كما دورجونس، كما يعني أحياء شعبية عتيق، يعني دحضوا الفرنسويين المدمرين تاع البلد لموا الشعب الجزائري في مكان وأنه داروا في بارك كالحيوانات. نعم. كانوا يتعاملوا معنا بالطريقة هذه. نعم. اليوم مظاهرة الذاكرة نتاعي مازالها قوية، تذكر جيدا، تذكر صورة عندي، صورة عجيبة لو كان سلفها ونقدر نحطها في الكاميرا لكن تبهر. نعم. صورة أم كالدجاجة اللي بسطت جناحها على أولادها والمروحية تقنبل في الحي نتاعنا بالغاز المسيل للدموع. لحبذا لو تعيشنا من خلال ذاكرتك في هذه اللحظات ونكون واقعين في الذاكرة. أعطيت لك المشهد. نعم. مشهد صورة أمي غطاتنا بجسدها. نعم. يعني كانت خايفة أنها هذوك القنبلات تاع الغاز لاكريموجين ومازالني نشفى حتى على الحجم نتاعهم والصورة نتاعهم. غاز لاكريموجين في هذاك الوقت كان على شكل أنبوب. الأنبوب هذا مغلف بالألومنيوم والداخل نتاعه فيه زفت، فيه قدرون، وكانت الهليكوبتر تضرب فوق البيوت نتاعنا. نعم. أستاذ قراءتك يعني من 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 عمق تخصصك الاجتماعي والسلوكيات. نعم. كيف تقرأ يعني هذا التضامن، الأم تحمي أولادها وهذا المجتمع المتكافل ربما كان يظن أو يعتقد المستعمر، يعني عندما جمع أو حشر يعني الشعب في زاوية معينة قد يعتقد أنه يعني قضى عليه، بالعكس الشعب يعني في تلك الأزمة وفي تلك الظروف وبتلك الإمكانيات البسيطة جدا التحم واجتمع. لما يصل الإنسان إلى قناعة أنه ليس لديه شيء يخسره فيتحول من قط ربما استصغر به يعني احتقر إلى أسد. يعني أعطيتكم صورة مدمجة لواش جرى، فرنسا تغطرست والجزائر عبر السنين وعبر استقراءات يعني تاع العلماء اللي كتبوا في التاريخ وكتبوا بطريقة متمعنة، يعني الجزائريين صار وصلوا حتى قريب يعني يستلطفوا فرنسا ويقول لها يا ودي ديري لنا قيمه عاد باش نبداو نعيشوا، وجيتي الان رانا امام الامر الواقع. وحتى في النشيد نتاعنا تنبيه، يعني كانوا يعاتبوا في فرنسا. علاش يعاتبوا في فرنسا؟ لانهم تركوا مجال للمجال ولم تريد ولن تريد الى حد الان. نعم. وتتعامل مع المسلمين القاطنين في بلدها ومن جنسياتهم ومن بناء جلدهم بالطريقة هذه، لأن العنصري يبقى عنصري حتى هو يستخرج أو يقلع العنصرية من جوفه. نعم. ويدعي حماية حقوق الإنسان والحريات طبعا. نعم. إبليس لو خرج للبشر على شكله لنفر منه كل البشر لأنه شكله بشع. وكنت قبل ما نخرجوا في الاخر كنت نقول لك شيء الخطوره تاع ابليس. نعم. انا اسالكم
خطورة إبليس وهي خطورة إبليس في كونه أنه نبهنا الله عز وجل أنه عدو لكم، وقبلنا نبه أبوينا صحيح. ولم يستجيبوا، والآن إحنا إبليس أنسانا، أنسانا في وجوده نعم، وهو عدو لنا مستديم نعم. نعم. فرنسا، فرنسا إبليس إلى حد الآن. الغربيين أو المتغطرسين الآن شانين حرب على كل المستعمرات القديمة، ما يسمون بالمستعمرات القديمة، هي في الحقيقة هي حلم كسروه هما، لا يلومون إلا أنفسهم. الجزائر الآن مركبة انتحها الحمد لله، يعني آمنة وراهي تسير بفخر وبأمان نعم. وهذا ما كانت تظن فرنسا في الجزائر من خلال كل السنوات التي قضتها في الجزائر، أنه الشعب الجزائري في الأخير سوف يرضخ، لكن كان عكس ما كانت تظن نعم. وفي الأخير نعم. كان المشهد الأخير هو اندلاع الثورة التحريرية نعم. ومظاهرات 11 من ديسمبر نعم. وكل الأحداث المتتالية التي تولت نعم. على ثورتنا المجيدة نعم. الكبرى، والتي في الأخير كانت إشراقة 5 جويلية سنة 1960 نعم. لابد أن نذكر نفوسنا ونذكر المشاهد الكريم أن الحسابات اللي تجرى على الأرض نعم. الأرض 1,300,000 مرة صغيرة على الشمس نعم. هي نكرة في النظام الشمسي نعم. ما هو حجمنا فوقها؟ نعم. لا شيء. لا شيء. طيب من يسير هذا الأرض والكون كله؟ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى. من باع واشترى مع الله عز وجل؟ هاي بالتقاطعات حبيت نوصلك الفكرة نعم. من باع واشترى؟ هذوك الناس البسطاء اللي هما كانوا نكرة في عين فرنسا نعم. فرنسا قتلت عندنا زهاء 11 مليون، والثابت هو كتاب حمدان خوجة نعم. حمدان خوجة مؤرخ للجزائر عند دخول فرنسا 560 عرش، بالحسابات تحذك الوقت زوءها 11 مليون نعم. تخرج فرنسا من عندنا 9 ملايين 132 سنة، والجزائريات معطاءات ولادات الحمد لله نعم. مشكلة كبيرة جات تقول لنا الآن تتباهى، وبعض من المتغطرسين منهم يقول لك جبنا لكم الحضارة. شو حضارة هذه؟ شو حضارة هذه؟ حضارة حطها عندك يا بعد، حطها عندك، خلي النظام العائلي انتعك يبقى قائم. 60% من الفرنسيين الجدد الأحداث مجهولون للأباء. نسكت هنا، ما نيش حابنا نحولها إلى لأنه حقيقة صح. تفضل نعم. أكيد للجزائر حضارتها وإرثها الثقافي وتراثها أيوة. فلو يعني ممكن مشكلتنا الآن باش نحلي والتاريخ نتاعنا يخدمنا نعم. بدل ما يستخدمونا به نعم. كيف عندنا مشكلة لهنا، التاريخ نتاعنا يخدمنا لما نبنيه الشخصية الحقيقية نتاعنا بدون ما نركبوا فيها ما نسميه بقطع اللي هي غير متجانسة معها. والحضارة الآن الحضارة الغربية ككل قنعت الغرب، قانع باللي الإسلام جاي لا شاءوا أم كرهوا نعم. والأمر رباني ليس أمر بشري نعم. أستاذ الحسن كيف نعم. تقرأ سلوك التظاهر في الشارع، يعني يؤثر أثره يؤثر دوليا في يعني إحداث وقائع وأحداث دولية لها ردود دولية. خلينا نجيبه من الأخر الخرجة الأخرانية على رئيس الفرنسي ما تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. مقام النبي مقام عالي جدا عند المسلمين نعم. طيب بعض من البلدان ألغوا تلقائيا صفقات تجارية، صفقات تجارية من المواد تاع الاستهلاك وصفقات من المواد تاع الحربيه. ربما لو الحديث عن كل هذه المتغيرات والاحداث اللي صارت ربما في ايامنا الاخيره، لكن لو نتكلموا عن 11 من ديسمبر سنه 1960 وهذا التاثير القوي على نفسيه الشعوب ونفسيه الشعب الجزائري اولا وعلى نفسيه في الشعوب الخارجيه. لو نحينوا واش نعم. في 60 في سنه 60 بالضبط المجاهدين كانوا وصلوا إلى حافة المقاومة نعم. ما بقاش عندهم إمكانيات، كل الحضور استنفذ كل شيء في هذاك نعم. الوقت. لولا فضل الله على الثورة هذه وعلى من باع واشترى مع ربنا
ما كان يوصل هذيك الطفرة، لأنه فرنسا وضعت كل الأساليب ويعني وجربت كل الأساليب من أجل قمع هذه الثورة ومن أجل يعني إبقاء السلطة يعني نقولوا والمستعمر الفرنسي في الجزائر، وهذا ما لم يكن لها. والله المقاومين أثناء الثورة الجزائرية أثناء ما نسميه لبطاي دالجي هما يشهدوا ويقول لك أمر رباني، يقول لك إحنا يا وصلنا وين ديباسي ما كان حتى يعني لإيمانهم لإيمانهم الراسخ من ألف بين قلوبهم. هذا خطاب للرب عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم. نعم ربنا عز وجل أنقذ هذه الثورة لأنها فيه ناس شرفاء حقيقة. نعم. باعوا واشتروا. أنا أغتنم الفرصة وإن كنت يعني طفل في هذه المرحلة، نرجع بذاكرتك إلى الوراء. ولحبذا لو تحكي لنا عن يعني شعورك وأنت طفل تعيش هذه المرحلة وهي مرحلة أعطيك صورة أخرى. أعطيك صورة أخرى حاضرة في الذهن انتعي. نعم. صورة ألمتني كثير. أنا البيت انتعنا كان زها 20 متر على ثكنة فرنسية. نعم فقط استسمحك نذكر فقط المشاهد الكريم أنه نشرت الموجز الأخبار للعاشرة على قناتنا الإخبارية الثالثة، ونحن متواصلون دائما معكم من خلال قناة الذاكرة القناة الثامنة والأولى والقناة السادسة. والحديث نسترسله معك حمود، تفضل. نعم أستاذ، كنت تود أن تصف لنا المشهد الثاني. مشهد نعم مشهد ألمني كثير، ولحد الآن ما زال هالمشهد هذا يعني وخزة في الحس نتاعي. احنا قلت لك ساكنين على مسافة 20 متر على الثكنة، والثكنة هذه كانوا يهاجموها كل يوم الثوار، من ذاك يرموا لها قنبلة، من ذاك يديروا لها حاجة. طيب كان كل يوم رعب، باش يحميوا نفوسهم داروا الأسلاك الشائكة، ولكن لا تكفي الأسلاك الشائكة، داروا فيها تيار كهربائي ب 9000 فولت. وصرنا احنا الصبيان في هذاك الوقت ترى الصبي يعني يمسح على القط في المساء وهو يلعب معاه، والصباح يصيب القط هذاك مفحم في الأسلاك. نعم أنا صبت قط من هذا النوع هذا في هذاك الوقت صرا بهالطريقة هذه. مشهد مفزع. مفزع نعم. شفت ثاني رجال اللي عباك صبي. شكرا أستاذ الأحسن على يعني نقلنا و عايشنا هذه المشاهد والمشاهدين، وعلى مشاركتك معنا في صباح الذاكرة وفي هذا اليوم المفتوح حول مظاهرات 11 ديسمبر. نشكرك جزيل الشكر أستاذ. إذن مشاهدي الأعزاء نمر بكم إلى متابعة تقرير حول الحفاظ على الذاكرة مع زميلتنا رميسة معزوزي. الحادي عشر ديسمبر 1960، واحدة من المحطات التي غيرت مجرى التاريخ ومسيرة الثورة الجزائرية. إنه حدث تاريخي نقف عنده اليوم حفاظا على ذاكرة الأمة، واستلهاما من تضحيات تلك النسوة وأولئك الرجال الذين قدموا النفس والنفيس من أجل جزائر جزائرية. مظاهرات 11 ديسمبر عنوان لتضحيات جسام لشعب أبي ضرب أروع الأمثلة عبر تاريخه الطويل، مؤمنا بعدالة القضية الجزائرية، واهبا روحه الزكية من أجل الانعتاق من قيود وبراثين العبودية. إنها انتفاضة شعبية نتذكرها كل عام لاسترجاع الهمم وترسيخ مبدأ التواصل بين جيل الثورة وجيل اليوم، استذكار للمحافظة على تاريخ الأمجاد وصون الذاكرة وتبليغ الرسالة لتواصل الأجيال مع صناع الملحمة الوطنية.
ولأن الأمم لا تقوم إلا بالعودة إلى تاريخها، فإن استحضار المناسبات التاريخية وتعريفها لشباب اليوم من شأنه تقوية روح الانتماء للوطن في نفوسهم، وترسيخ قيم المواطنة في سلوكهم، وتعزيز الهوية الوطنية، وتوعيتهم بأصالة تاريخهم ومجد ثورتهم. الوقوف عند ذكرى وطنية مجيدة كهذه وتذكير الشابات والشبان بها له من الأهمية بمكان في تعميق الشعور بالاعتزاز الوطني وضمان تغذية الأفئدة بالقيم والمثل لمتابعة كسب الرهانات ورفع التحديات ومواصلة المسيرة بالاضطلاع بالمهام النبيلة والوفاء لرسالة السلف من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وإذ تظل المناسبات الوطنية سانحة لحماية الذاكرة والحفاظ على التاريخ وتمجيد نضالات الأجيال وتضحياتها، مناسبات تحمل في طياتها رسالة قوية إلى شباب اليوم مفادها صونوا الوديعة وحافظوا على الأمانة. نعم يا حمو. نعم، الآن نرحب بمحمد عباد رئيس جمعية مشعل الشهيد، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا، تحية لك وتحية لكل المشاهدين. شكرا. سي محمد عباد، نحب نحضره على يعني إحياء ولا مغزى إحياء مثل هذه المناسبات الوطنية وعلى غرار مظاهرات 11 ديسمبر، ما المغزى من إحيائها؟ شكرا. أولا هذه السنة عندها مغزى خاص لأنها ذكرى 60. نعم، وأنا من مواليد 60، يعني اليوم عندي 60 سنة. الله يبارك ما شاء الله. والحدث عنده أثر. طبعا إذا كانت المناسبات الأخرى أنها عبارة عن معارك قاموا بها مجاهدين أو مناضلين أو أحداث، فإن نقدر نقول 11 ديسمبر هو ثورة شعب، نعم، والمنعرج الحاسم في تاريخ الثورة الجزائرية. نعم. لماذا منعرج حاسم؟ لأن من خلال المظاهرات تاع الشعب الجزائري، وقوف الشعب الجزائري بجانب الثورة، الشعب الجزائري، والدليل على هذا أنها كانت في كل مناسبات تواصل ما بين جيش التحرير وجبهة التحرير والمواطنين، لأنه هو اللي التف حول الثورة ونجح الثورة. لكن في 11 ديسمبر نوع خاص. لماذا نوع خاص؟ ربما لأول مرة عبر العالم يخرجوا أطفال، شباب، مرأة، خاصة الدور اللي خرجت فيها المرأة والأطفال. نعم. وشوفوا أدلة يعني في الليل وين باتت المرأة تخيط الأعلام الوطنية والأطفال خرجوا بصفة عفوية. نعم. وكان عندها عمل مهم وأثر مهم جدا. نعم. الدليل على هذا أن بعد المظاهرات 11 ديسمبر 60 وإن كانت صدرت لائحة بما يعرف 14-15، يعني 14 ديسمبر في الدورة 15 للأمم المتحدة، واللي بالمناسبة جمعية مشعل الشهيد ستنظم منتدى خاص بهذا الحدث. جميل. أنه أعطى حق تقرير مصير الشعب الجزائري. نعم. وأن اليوم يعني بعد 60 سنة هذه الوثيقة وهذا العمل الدبلوماسي
يقعد دائما متواصل في مواقف الجزائر ثابتة حتى تقرير مصير كل الشعوب المكافحة ومن بينهم الشعب الصحراوي الشقيق اللي نتمناه يعني في هذه المناسبة أنه يواصل نضاله ويواصل الشعب بتاعه كذلك يواصل الأخر والدعم الدعم الدبلوماسي والدعم الدولي حتى تكون كذلك لائحة لتقرير مصير الشعب الصحراوي الشقيق. نعم سي محمد عباد، نحن الآن في مقام الحفاظ على الذاكرة والوفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين، أكيد لجمعية مشعل الشهيد لها دور في هذا المنحة. أولا رسالة حماية الذاكرة هي رسالة جماعية، نعم ماهيش منحصرة على جمعية، ماهيش منحصرة على جمعية. وأنا بالمناسبة يعني أنني نوجه نداء إلى كل الشعب الجزائري، لأن ما كان حتى عائلة اللي ما عندها الشهيد ولا ما عندهاش مجاهد تحتفل إلا بالشهيد تاعها والمجاهد تاعها. وبالمناسبة مدام الجزائر هذه السنة اختارت أو عملية كبيرة هي عملية تشجيع، نتمنى أن كل عائلات الجزائرية كذلك ونحن تسهل. في يوم جمعة أنها تغرس شجرة لذلك الشهيد أو ذاك المجاهد حتى تكون الجزائر خضراء ونكون أوفياء للشهداء والوفاء للشهداء بأعمال بسيطة. صح، ما هيش إلا إذا درنا ملتقيات وندوات ولا. الأعمال اليومية، لما نقول الأعمال اليومية في حياة الإنسان، إنسان كي يكون يعمل العمل بتاعه بطريقة نظامية ويعمل الواجب بتاعه، هذا هو أكبر وفاء للشهداء. جميل، أكبر وفاء للشهداء. ثانيا أننا اليوم نعيش في مرحلة خاصة والحمد لله أن شفنا تكافؤ تاع الشعب الجزائري والتواصل في هذا المرض الكوفيد هذا اللي ونحن في يوم جمعة نطلب من ربي إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. أمين. كان كاين تناسق ما بين كل الجمعيات المواطنين الآخرين، وهذا يعتبر كذلك لما يكون تضامن ما بيناتنا. إذا كان في وقت الثورة كان تضامن وتضامن شعبي، ونشوفوا التضامن الشعبي وش هو التضامن الشعبي. التضامن الشعبي حاجة بسيطة، إن يجيك مجموعة من الشهداء تنحي والمجاهدين تنحي هذاك القوت بتاعك وتقدموا كاش ما كان ضحية أكثر من هذا. صح. مواطنين ونحن في فصل الشتاء يجوا فرقة تاع مجاهدين مسكينة هذيك الأم هذيك ولا تروح تنحي الكوفيرتا ولا الحايك ولا ما اللي يكون متغطي. اليوم الجماعة راهي تغطى بالكوات الحمد لله في الاستقرار. في هذاك الوقت ربما كان حنبل أو حايك بالصوف قديم بالي تروح تنحيه من الأولاد تاعها، تنوضهم ربما تشعلهم النار وتغطي هذاك المجاهد. هذه هي التضحية، وهذه هي التضحية تاع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري كان دائما متضامن مع الثورة الجزائرية ومع المجاهدين، وهذا تجسد فعليا في مظاهرة تحديد. نعم سيد محمد عباد، عندما ندرس أو نطلع على التاريخ، التاريخ الجزائري، التاريخ الوطني، فيمكننا من الفهم الصحيح لحاضرنا والتخطيط الصحيح أيضا لمستقبلنا، ليس كذلك؟ ولن لما ندرس التاريخ ولما نلاقي صانع التاريخ احنا واش علاه ندير ندوه لان كي نجيب هذاك المجاهد يحكي مثلا ثانويه مسميه في العاصمه باسم الشهيد روشاي بوعلا. نعم روشاي بوعلا ماذا من سي زوبير من الناس اللي قادوا مظاهرات 11 ديسمبر. لما يجي مجاهد يحكي للاطفال الشباب اللي هم تلاميذ اللي هم رجال المستقبل، هم النقطة المحورية. النقطة المحورية. نعم. وأنا صدقني في بعض الأحيان نختار من مناسبة من المناسبات رحنا المدرسة بسيطة في بني مسوس باسم الشهيد العربي بن مهدي ربي يرحمه، ادينا أخت العربي بن مهدي دات تحكي على أخوها لهذوك الأطفال اللي يدرسوا في مدرسة الشهيد، تشوف الأطفال يبكيوا لأن أخت بن مهدي بكات بطريقة بسيطة.
وصدقني بنا إذا كان حابين نستثمرتها صح في مجال التاريخ ومجال التربية والتعليم أننا نبدأ. وأنا قلت والحمد لله لما درنا عملية حول الذاكرة في الدستور الجديد في فبراير 2020، من بين قلنا لابد من إعادة تنقيط أو المعامل في التاريخ من الروضة إلى الجامعة. صح أستاذ محمد عبدالله، من الروضة إلى الجامعة. إذا كان حابين فعلا ركزوا على تاريخنا وثانيا فتح نقاش. أكيد، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا على كل هذه التوضيحات. وأكيد أن المحافظة على تاريخنا اليوم يعني ركيزة محورية لهذا الشباب. نقول أن الرسالة نوفمبرية، رسالة الشهداء اللي كانوا جاءوا من أجل المعركة الكبرى وهي الاستقلال، اليوم المعركة أكبر عن شبابنا وهو التشييد والتغيير. شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك من خلال هذا البرنامج. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا لك. إذن حتى لا ننسى أننا أبناء المليون ونصف المليون شهيد، وحتى أنا ننسى كذلك ما فعلته فرنسا في الجزائر. نعم، مشاهدينا الأعزاء، حكايتي طويلة ممتدة إلى أعماق التاريخ. سأحكي لكم عن بطولات شعبي وأبنائي بالرغم من أنها لا ولن تحكى في بضعة أسطر. أبدأ قولي بحكاية طويلة، حكاية احتلالي. هل تعلمون أن من احتلني كان أحمق؟ لأنه ما كان يدري أن لي أبناء لا يملون ولا يضعفون رغم كل الانتهاكات التي مورست في حقهم. قتل شعبي ونهب خيراتي وحرق قراي ومداشري، فأصبح كل شيء مباح ظنا منه أنه قد استولى علي. أبطالي غيورين علي، أرادوا استرجاع حرية بشتى الطرق، فكانت في البدايات مقاومات شعبية هنا وهناك أربكت المستعمر وجعلته يعيد كل حساباته، خاصة بعد مجازر 8 مايو 1945، أين خرج أبنائي ينادون بالحرية التي لم تفي فرنسا بها، فذبحت وقتلت واعتقلت، لكنها لم تنهي فكرة استرجاع الحرية. انفجرت ثورتي في 1 نوفمبر 1954، حيث كانت تتويجاً للحركات المناهضة للمستعمر منذ وطأت أقدامه أراضي في 1830. كان كفاح أبنائي مزيجاً بين المسلح والسياسي. أحداث تتوالى وتتوالى، لكن شعب صامد يثبت وجوده ويؤكد للعالم أنه لا ولن يقهر. ثورتي نتاج قرار اتخذه الرجال بأن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. كم أتألم عندما أحكي ما عناه شعبي من جرائم الجلاد. الحقيقة أن التاريخ يشهد لكل التجاوزات اللا أخلاقية من بشاعة العدو، فأرشيفهم واضح وتاريخنا راسخ، كتبه أبنائي بالدم والتراب. أدحر المستدمر من أرضي وهو يجر أديال الهزيمة، كيف لا وهو الذي كان يعتقد أنني فرنسية. فأثبتتم لهم يا أبنائي أنني جزائر جزائرية، فإن كانت اليوم أم تفتخر بأبنائها فهي أنا الجزائر وأنتم فخري.
جرحنا عند الهول نبقى حراس مهما يا بلادي تجرحنا عند الهول نبقى حراس في الملول عزيز اسمحنا والباس نادرنا الباس في الملول عزيز اسمحنا والباس نادرنا الباس بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي تسلحنا يا بلادي تسلحنا. جميل جدا هذا هذه الأغنية وهذا النغم لهؤلاء الشباب والفنانين الذين عبروا لنا عن حبهم للجزائر، الجزائر المروية في كل شبر منها بدماء الشهداء وبالمجهودات العظام للمجاهدين. نرحب في هذه الأثناء بالسيد عبد الكريم حضري رئيس خضري. منظمة نعم عبد الكريم خضري عبد الكريم خضري نعم عفوا رئيس المنظمة الوطنية للحفاظ على الذاكرة، أهلا بك في صباح الذاكرة وفي هذا اليوم المفتوح حول الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر. أسعد الله صباحكم وصباح كل مستمعي التلفزيون الجزائري. هي ذكرى يعني تاريخية ومحطة هامة في محطات تاريخ الثورة الجزائرية، ونحن اليوم يعني سعداء أن نحتفي بهذه المحطة التاريخية. نعم سيدي الكريم، نظمتم البارحة فقط ملتقى دولي حول مظاهرات 11 ديسمبر، حدثنا ولو بإيجاز عن هذه التظاهرة.
المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء يعني في برنامجها السنوي تسطر دائما من خلال المناسبات الوطنية وغير المناسبات الوطنية فعاليات تهتم بالذاكرة التاريخية وتهتم بتاريخ الجزائر عبر الحقب التاريخية. المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء مكتب ولاية مستغانم نظم ملتقى وطني شارك فيه أساتذة باحثين مختصين في المجال التاريخي عبر 10 جامعات من مختلف جامعات الوطن، أذكر منها جامعة واد سوف وجامعة درار وكذلك جامعة وهران والعديد من الجامعات. هذا العمل كان عمل مشترك بين المنظمة وقسم التاريخ بجامعة أضرار وكذلك مخبر المخطوطات الجزائرية في إفريقيا. تناول هذا الملتقى يعني الملتقى حول المحطة الهامة وهي محطة مظاهرة 11 ديسمبر 1960. عالجنا من خلالها وعالج المتدخلين مراحل هذه المحطة أهدافها وكيف انطلقت المظاهرات ونتائجها والآثار التي الإيجابية التي جاءت بها المظاهرات 11 ديسمبر. شارك في هذا الملتقى أيضا الدكتور عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة التاريخية بمداخلة قيمة وقدم وجه إلى المتدخلين بحكم أنهم شباب وباحثين نصائح حول الاهتمام بالذاكرة لأن الذاكرة هي شيء مهم نستلهم من ذاكرتنا العبر وفي المستقبل. نعم سيد خضري، حماية الذاكرة والمحافظة عليها لا يكون إلا بتنسيق كل الجهود من خلالنا كإعلاميين، من خلال الباحثين، من خلالكم كذلك منظمات الجمعيات المدنية، كيف يكون ذلك؟ في الحقيقة المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة منذ تأسيسها عملت على ربط علاقات وطيدة بين كل الفاعلين المهتمين بالذاكرة والذين يشتغلون أيضا في المجال التاريخي من مؤسسات تربوية وتعليمية وتكوينية وكذلك المؤسسات الثقافية والمؤسسات الجامعية وكذلك المؤسسات الشبانية التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة وكذلك المؤسسات الإعلامية. هذه المؤسسات أو هذا الربط مهم جدا أننا ننقل رسالة مهمة جدا وهي رسالة تاريخنا المجيد إلى الأجيال اللاحقة لكي تبقى هذه الرسالة تتداول عبر الأجيال. ومهم جدا أن الشباب يهتموا بتاريخهم لأن التاريخ فيه عبر كثيرة وكثيرة جدا. لكن سيد خضري يعني جميل جدا أن يعني ننقل هذه المسؤولية وهذا الاهتمام للشباب والناشئة، لكن كيف نعمم هذه الثقافة التاريخية؟ الثقافة التاريخية هي يتطلب عمل جاد وتكاتف كل الفاعلين حتى أن لا تقتصر عمل الذاكرة على الفاعلين في الحقل التاريخي مثل منظمتنا وجمعية مشعل الشهيد أيضا الجمعية الفاعلة التي أيضا تهتم أيضا بالتاريخ. يجب على كل أيضا المجتمع المدني سواء الذي يهتم بالجانب الإنساني أو الاجتماعي أو الثقافي أيضا يبرمج ويشتغل في الذاكرة لأن الجزائر حافلة بالكثير من المحطات وهذا الشح في ربما الجمعيات التي تهتم بالذاكرة لا تستطيع أن تلبي المبتغى من أجل تبليغ هذه الرسالة إلى الأجيال اللاحقة. ويعني في الحقيقة من خلال عملنا واشتغالنا في حقل الذاكرة وتواصلنا المباشر يعني سواء في القاعات أو في المؤسسات التربوية أو التكوينية أو مع الشباب يعني اشتياق كبير، يعني التمسنا أنه الشباب له اشتياق أن يتطلع على تاريخه وأن يعرف تاريخه ويعرف أمجاد من صنعوا ثورته. لذلك مهم جدا اليوم كل المؤسسات تتكاتف ويعني تتلاحم من أجل الحفاظ على الذاكرة، نحمل على عاتقنا هذه الرسالة النبيلة يعني في حق الحال رسالة الشهداء هي رسالة نبيلة وإن كان ثقيلة ولا
ولكن نبيلة وممتعة لما تكون تتكلم على تاريخك، لما تتكلم على يعني أجدادك، لما تتكلم على شهداء يعني ضحوا من أجل الجزائر، لأننا اليوم احنا ننعم بالحرية والاستقلال، ننعم بجزائر يعني الحمد لله راقية في كل المجالات العلمية الثقافية والرياضية. لذلك الوقت اليوم حان أن يعني نشتغل أكثر في الذاكرة من أجل الوصول إلى هدف واحد ووحيد، هو أن نلتحم كل الشعب الجزائري يكون ملتحم متماسك، لأن المتغيرات الحالية في الوقت الراهن والظروف الإقليمية تتطلب علينا أن نتلاحم ونتكاتف من أجل الاستلهام من العبر من ذاكرتنا التاريخية. مظاهرة 11 ديسمبر هي عبارة، هي رسالة قوية، ونحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى، هو خروج كل الشعب الجزائري لحمة واحدة من أجل يعني إعطاء رسالة قوية إلى ديغول من أجل رفضه سياسته الاستعمارية، وكذلك رفضه إلى الجزائر الفرنسية، وألزموه إلى الدخول في المفاوضات حتى المعمرين من خلال هذه المظاهرات اقتنعوا بأن وقت الرحيل من الجزائر قد حان، وأن الاستقلال لابد منه. لابد منه أكيد، وهذا ما كان لنا. شكرا لك أستاذ. لكن في الأخير ربما لا تعطينا رسالة قوية لكل الشباب اللي هم يشاهدون اليوم من خلال قنوات التلفزيون الجزائري حتى يحافظوا على هذه الذاكرة القوية، ونحن نحفل يعني عندنا تاريخ كبير ما شاء الله عليه. ممكن أستاذ يعني تتمينا لسؤال زميلة حياة، استغلالا أيضا لعصر المعلوماتية والتكنولوجيا، ممكن جدا يعني الشباب يمكن أن يستغل التطبيقات الإلكترونية وهذه التكنولوجيات في سبيل الحفاظ على الذاكرة. أكيد، هو خير دليل أننا الملتقى اللي نظمناه كان هو عبارة عن ملتقى تحاضر عن بعد، ونظرا للظروف يعني الصحية التي تمر بها الجزائر على غرار العالم الذي يمنع علينا أن ننظم مثل هذه الفعاليات داخل القاعات، ولكن أبينا أن لا نؤجل هذا البرنامج، ويسير البرنامج تاعنا السنوي في يعني في ظروف عادية، فنظمنا هذا الملتقى عبر تقنية التحاضر عن بعد، والشيء الملاحظ أننا وجدنا إقبال كبير في المشاهدة والمتابعة لمثل هذه الملتقيات، ونستطيع أن نقول أننا نصل إلى تقريبا 40,000 مشاهد، وتنظم ملتقى داخل القاعة يحضر لك 200 و250، ولكن عبر منصات شبكة التواصل الاجتماعي توصل إلى ربما 40. عندها صدى أكبر. عندها صدى أكبر. نعم. ويجب علينا اليوم يعني نحن كشباب يجب أن يعني نزيد في وتيرة العمل بالاهتمام بالذاكرة التاريخية، لأن الذاكرة التاريخية هي وقود للشباب من أجل الرقي بالجزائر إلى الأحسن والأفضل. شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم حضري، كنت معنا من خلال صباح الذاكرة وهذا اليوم التاريخي. تفضل حمد. نعم، هو كذلك حياة. مشاهدينا الأعزاء، نقف وقفة عند المجهودات التي يقوم بها قسم الموقع الإلكتروني للمؤسسة العمومية التلفزيون الجزائري، وورقة للينا بالعيد حول الومضات التاريخية لموقع التلفزيون الجزائري. العمومية الجزائري. الموقع هو الذي يتيح للمشاهد إمكانية اختيار محتواه، فالمضامين الإعلامية متنوعة، ثقافة، اقتصاد، رياضة وتكنولوجيا، برامج ترفيهية وسياسية. لاحظنا في مثلا في خلال هذا الشهر هو تزايد، إن صح التعبير نقول بأرقام قياسية، بحيث سجل صفحات فيسبوك 300,000 مشترك جديد، وهذا تماشيا مع الفيديوهات التاريخية التي أنجزناها. هذا يؤكد على أن المواطن الجزائري لا زال يهتم بتاريخه، ولا زال متعطش لكل ما يؤرخ لثورتنا المجيدة. ولأن موقع التلفزيون العمومي الجزائري على الشبكات الرقمية يواكب الأحداث والتطورات والأوضاع الراهنة، يسترجع التلفزيون على منصته الإلكترونية بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية أهم المحطات التاريخية للثورة الجزائرية،
وعلى صفحات الإنستغرام فيسبوك يتفاعل الجمهور الرقمي مع فيديوهات ومضات إشهارية لاستذكار شهداء وأبطال الثورة ومن ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن الحبيب. مشيا مع الحدث وهو احتفالا بأول نوفمبر، قمنا بإنجاز فيديوهات تمجد شهدائنا الأبرار وتؤرخ لمرحلة من تاريخنا المجيد مواكبة للحدث، وكذلك إثراء لقنوات تلفزيونية مثل قناة إخبارية. والشيء الذي لاحظناه من خلال إنجازاتنا لهذه الفيديوهات التاريخية هو الاهتمام الكبير للمواطن الجزائري بكل ما هو تاريخي، خاصة الفيديوهات التي تؤرخ لثورتنا المجيدة. بمهارات في التصميم وبأساليب تكنولوجية جديدة نقلت لكم مشاهدي التلفزيون الجزائري ومتتبعيه على شبكات الإنترنت فيديوهات تاريخية بمحتوى صوتي ومؤثرات خاصة مميزة مزجت بين التاريخ والتكنولوجيا. فبإعلام رقمي نصنع اليوم التاريخ، نرسخه ونواكبه. أما هدفنا فهو دائما تقديم خدمة عمومية ورسالة إعلامية. الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غاياتنا، يحيى الوطن. إذن كان هذا الموضوع لزميلتنا لينا بالعيد، والحديث أكثر والاسترسال الحديث عن موقع التلفزيون الجزائري. أرحب بزميلتي كهينة ميدوني صحفية بالموقع وكذلك حياة شتي مختصة في الصورة. مرحبا بكم معنا، نورتونا من خلال هذا الصباح، وأكيد نفتخر بكم من خلال التلفزيون الجزائري على هذا الموقع الرائع جدا، يشهد يعني والله ما شاء الله عليه، يشهد الكثير من المتتبعين، ليس كذلك كهينة؟ صباح الخير عليكم، صباح الخير لكل مشاهدين الكرام، ونقول لهم جمعه مباركه، جمعه مباركه لكل من يشاهد فينا عبر الشاشه ومن يتابعنا عبر البث الحي عبر الصفحه الرسميه للتلفزيون الجزائري عبر فيسبوك. نعم. فطبعا موقع التلفزيون شهد نقله نوعيه مؤخرا، نقله نوعيه اللي يشهد لها الكثير. استراتيجيه، هناك استراتيجيه وتثمين لمجهودات المدير العام، استراتيجية وضعها المدير العام الحالي السيد أحمد بن صبان، نوجه له التحية. فهو قدم لنا كل الوسائل والدعم، المسائل البشرية والمادية. وهو قال لنا مرة في اجتماع، لما عملنا معه اجتماع، قال أنا أملك الجرأة حتى نخلق التغيير. وبالفعل سيد أحمد بن صبان خلق التغيير، وقسم الوابي ونحن نعيش هذا التغيير من خلال قنوات التلفزيون الجزائري وكذلك من خلال الموقع والصور الجميله والصور الرائعه اللي يبعثها الموقع سيده حياه. والله غير يعني هذا كل يعني صور موجوده في الارشيف التلفزيون. نعم. نروح للارشيف ونبحثوا ونجبدوا الصوره باش نمدوها للمشاهد تاعنا يشوفها ويطلع على واش عندنا ارشيف، واش عندنا كل ما عندنا صورة يعني تكون راقية للتلفزيون قبل نعم. نقدمها للمشاهد. نعم. حياة أكيد أنه الصور الأرشيف موجود متوفر، لكن كيف يعني تستغلون تسويقه للشباب والمتلقي حتى يعني يتلقى تلك المعلومة وخاصة يعيشها في هذا الحاضر؟ والله ندخلوا نبحثوا ونحوسوا الصورة اللي تكون لا كاليتي ديالها. نعم. الجودة ديالها. نعم. تكون مليحة ونقدروا نخدموها ونقدروا نسقوا مع الزانفوغراف تاعنا ونمدوها باش نقدروا نمدوها تكون جودة اللي يقدر المشاهد يشوفها ما يقولش هذه. نعم. صورة ماهيش. نعم كهينة، لو نتكلموا عن الموقع التلفزيون الجزائري اليوم يحقق نسب مشاهدة كبيرة جدا، يعني حتى هذا يلمسها الكثير من الأشخاص بالحديث عن النوعية الجيدة كذلك، والحديث عن التاريخ في هذه اللحظة بالذات. أنت كصحفية في الموقع كيفاش يعني توجدوا من خلال مواضيعكم لكل هذه المحطات؟ إلى جانب أنه الموقع التلفزيون الجزائري هو موقع إخباري، خلقنا جانب آخر ألا وهو الجانب الإنتاجي، يعني نعم. الموقع أصبح لأول مرة في تاريخه أصبح ينتج، يعني أصبح ينتج مادته، يعني أصبح مصدر، يعني مصدر رسمي للمعلومة أكثر من هذا، فكان هو مصدر لكن أصبح ينتج مادته الخاصة. صح. ف
فالحمد لله هناك طاقم جديد، طاقم شاب، ويعني حتى أنا من طاقم شاب من ناحية التحرير ومن ناحية الانفوغرافيا، كان التصميم الفني جد مهم، هذا عنصر جد مهم. والموقع أصبح يعني نسقه ونشوفه الأحداث اللي نلفقه للأخبار الوطنية والفعاليات الوطنية، وبالإضافة إلى الأحداث التاريخية الفنية، كل يعني نشوفه عندنا أجندة فهنا نمشوا عليها، نسقه الملمس، نسقه ونعملوا اجتماع ونسقه ونختار المواضيع بعناية ودقة، لأن المواضيع أصلا ما هيش حجوز على الشاشة، فنحن رايحين لمنصة أخرى اللي هي منصة الفضاء أو الفضاء الرقمي. نعم. والفضاء الرقمي ما يخفاكش أنه الشعب الجزائري ما كانش لي ما عندوش، يعني أغلبية الشعب الجزائري عنده في العالم، يعني من يوصل يعني بسهولة أكثر للمواطن، يستعمل سمارت فون، فالفيسبوك أصبح وسيلة لتلقي المعلومة، وتويتر والإنستغرام، فنحن رحنا من هذا الجانب وأصبحنا نصدر المعلومة وننقل المعلومة، نصدر إنتاجنا الخاص وإنتاج تلفزيون عبر الفيسبوك. نعم، حياة حتى الديزاين ربما للموقع يواكب المواقع العالمية، نشوف شو حتى يعني اللي يدخل للموقع يحس بواحد الأريحية، صور رائعة، الجودة العالية للموقع، وكذلك ما كانت فضلت حياة قالت أنه المواضيع مختارة بدقة، حتى أنه يعتبر أهم مصدر موثوق في المشاهد الإعلامية هنا في الجزائر. والله يعني الصورة تكون لازم نخيروا الصورة تكون معبرة، نعم، لنقدروا نمدوها، كما مثلا 11 ديسمبر لازم نخيروا الصور اللي تكون تأثر في معبرة أكثر، معبرة وتأثر في الإنسان باش كي يشوفها يسخى، بس كل الصورة هي اللي لاتير تجبد المشاهد. نعم. أكثر من الاتير يفوق تخيري الصورة اللي تقدر تجبد لك المشاهد. نعم. وتكون بجودة وتكون يعني تكون بالنسبة للتصميم فقط. بالنسبة للتصميم، التصميم لأنه تصميم جديد شاهدوا. نعم. موقع تلفزيون جزائري، فالموقع صمم بعد دراسة، لازم يخضع لمقاييس ومعايير المواقع العالمية، حتى لأنه نحن ننافس حاليا، ننافس مواقع أخرى. طبعا العالم نحن في سباق، سباق نحو المعلومة، سباق عبر كسب الجمهور، فمصممين يعني الحمد لله، فهناك تصميم صممنا هذا الموقع لجذب الجمهور وكسب ثقة المشاهد. أكيد. وترويج الصورة الجميلة والجيدة لهذا البرنامج. نحن نعتمد لأنه نقول فقط أنه بالنسبة للظروف استثنائية لنا نعيش فيها عبر الوباء، شكراً. الصورة والرسالة وصلت بحول الله تعالى. شكراً على مزيد، يعطيكم الصحة، مزيد من التألق ومزيد من الأعمال الجميلة والجيدة، خصوصاً أنه يضاف هو يعتبر كقناة للتلفزيون الجزائري من خلال كل المواضيع اللي تقدموها. يعطيكم الصحة وشكراً. شكراً. حياة أكيد حياة كهنة هما بنات تلفزيون الجزائري. نعم. وتلفزيون هو مدرسة في النهاية، نتعلم كل يوم دروس في الإعلام وكيف نسوق الصورة الجميلة لهذا الوطن الغالي. إذن نذهب بكم مشاهدي الأعزاء إلى ركن يا شهيد الوطن، ووقفة عند الشهيد بن عبد الملك رمضان في بورتري لطاهر حليس. نوفمبر غيرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجري، وذكرتنا بالأمس بدرا فقمنا نضاهي صحابة بدر. إنها ثورة نوفمبر، ثورة التحرير، هي ثورة القرن التي غيرت مجرى التاريخ، تاريخ الجزائر الحافل بالبطولات والأبطال. فمن بين الرجال الأوائل الذين فجروا الثورة الشهيد البطل بن عبد المالك رمضان. ولد بن عبد المالك رمضان سنة 1918 بمدينة قسنطينة، ترعرع في أسرة وطنية لقنته مبادئ الهوية وحب الانتماء. دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، فانضم مبكراً لصفوف الحركة الوطنية سنة 42 900 و1000،
فكان عضوا نشطا بخلايا حزب الشعب، ثم انضم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية. ولما أنشئت المنظمة الخاصة سنة 47 900 ألف، كان من المؤسسين لها رفقة خيرة أبناء الحركة الوطنية، وكان محمد بلوزداد رئيسا لها. هاجر بن عبد المالك رمضان إلى فرنسا سنة 49 في إطار النشاط السياسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية. ولما اكتشفت المنظمة الخاصة سنة 1950 أصبح مطاردا من طرف البوليس الفرنسي بقسنطينة، فانتقل إلى مدينة سيدي علي لمستغانم، أين مكث هناك بعيدا عن أعين الفرنسيين. وهناك التقى بالعديد من قادة الحركة الوطنية أمثال حمو بتليليس ومحمد بوشعيب وسويداني بوجمعة. في سنة 52 بدأ عبد المالك في الاتصال بشباب المنطقة الوطنيين والمتحمسين للعمل الثوري. ومع بداية سنة 54 شرع في جمع السلاح بمنطقة مستغانم. وأثناء التحضير للثورة استدعي لاجتماع مجموعة 22، وعين بعدها نائبا لقائد المنطقة الخامسة العربي بالمهيدي. ولما اندلعت الثورة كان حاضرا بمنطقة سيدي علي، فنفذ مع شباب المنطقة 7 عمليات عسكرية ناجحة ضد مراكز العدو الفرنسي. وفي اليوم الرابع من انطلاق الثورة حوصر بمنطقة واستشهد بعد معركة دامية والسلاح في يده، فوقع بذلك أول شهيد من قادة الثورة، هم رجال الثورة الأوائل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كثير هي البطولات التي عاشتها الجزائر إبان الثورة التحريرية لم تروى بعد. بعد فصل قصير بطولات لم تروى. بطولات لم تروى مع الأستاذ سي حمدي بركاتي، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ اوجانا، واذا صباح الخير لك وصباح الخير لكل الساده المشاهدين في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم التاريخي الذي يصادف مظاهره 11 ديسمبر 1960. شكرا، سعداء جدا بك وبحضورك معنا، وستكون يعني ان شاء الله هذا الركن بطولات لم تروى في كل جمعه من صباح الذاكره على قناه الذاكره. تعريف مختصر ربما على هذا الركن الذي نشوقه للجمهور الكريم. صحيح تماما، طبعا بطولات لم تروى هو ركن صباحي سيمر طبعا في قناة الذاكرة. الفكرة طبعا هي مستوحاة من كلمتين خالدتين لبطلين لقائدين لمنطقتين لولايتين، القائد محمد العربي بن مهيدي الشهيد البطل، والقائد ايضا قائد ديدوش مراد رحمة الله عليه. طبعا الكلمة البسيطة يعرفها كل الجزائريين، نرموا بالثورة الشعب طبعا، هذه الكلمة الرائدة. وايضا الكلمة الاخرى لديدوش مراد الذي قال اذا متنا فدافعوا عن ذاكرتنا. طبعا الدفاع عن الذاكرة هو بإحياء مآثر الشهداء ومآثر المجاهدين وبطولاتهم. الكثير من البطولات وكثير من أحداث تاريخية قد مرت عبر المذكرات ومرت عبر المحاضرات ومرت أيضا عبر أيضا الميديا في الإعلام والسينما، ومعروفة ممكن كمعارك كبيرة كأحداث معروفة، مظاهرة 11 ديسمبر ربما الكثير من الناس يعرفونها، ولكن ثمة بعض التفاصيل وبعض البطولات وبعض المرويات وبعض القصص التي أنا أطلق عليها مثل ما هو موجود مناطق الظل. نعم. الذي هو برنامج رئيس الجمهورية والدولة طبعا في إحياء مناطق الظل والاهتمام بها، أيضا موجود مناطق الظل في الذاكرة. نعم. وهذه تسقطت من اهتمام الإعلاميين والسينمائيين والباحثين والمؤرخين ولغير ذلك.
بطولات المطروة سيسلط الضوء عن هذه البطولات وهذه التفاصيل التي صنعها الشعب البسيط، صنعها المجاهد البسيط، صنعها الفدائي البسيط، نعم. صنعتها تلك المرأة البسيطة التي تقطن في الجبال وفي الأرياف وفي القرى وفي المداشر وفي المدن، التي قدمت خدمة جليلة وبسيطة للثورة. هذه القصة هي في حد ذاتها تعتبر بطولة، ولكن سقطت، ولذلك برنامج أو الركن سينير هذه التفاصيل وهذه القصص. جميل. أستاذ سي حمدي وبركاتي، ممكن في أول عدد من برنامج لنا. صباح الذاكرة، ما هي البطولة التي لم تروى اليوم؟ طبعا التي ستروها لنا يعني. طيب نعم زميل أجانا، سأتحدث ربما عن قبل أن أمر طبعا إلى الأول عدد وأول بطولة في هذا اليوم، دعني أضعك وأضع السادة المشاهدين في أمر يتعلق به، وهو طبعا تتم لما كنت أتحدث بشأنه، وهو أن الشعب الجزائري هو البطل حتى في الثورة. في الثورة الجزائرية لم تعتمد على قائد واحد، بل الشعب الجزائري هو القائد، والدليل على ذلك أن كل ما يسقط قائد يحمل راية قائد آخر، وهكذا استمراري، ولذلك استمرت الثورة بهذا الشكل. لذلك القصة التي سأرويها اليوم لها علاقة بالتضحيات الجسام والتضحيات الكبيرة التي بذلها الجزائريون في دعم وإسناد الثورة. قبل 3 أيام توفي المجاهد ما هو حاج أحمد زرواق، ممكن يظهر على الصورة هذا الرجل الذي حكى لي هذه القصة صراحة، وبين قوسين أنه معظم القصص هي من تجربتي الخاصة، يعني في اشتغالي الإعلامي واشتغالي في مجال الذاكرة والتاريخ وصناعة الأفلام الوثائقية ولغير ذلك. توفي هذا الرجل قلت قبل يومين أو 3 أيام، ولذلك أترحم عليهم في هذا اليوم. نعم في هذا اليوم قال لي، وهذه القصة هي تؤسس لما كنت أتحدث بشأنه، متعلقة بمساهمة المواطنين، بمساهمة الناس في دعم وإسناد الثورة. قال أنه ذات يوم أعطى لهم القائد الجيش بأن يقوموا في منطقة من مناطق الولاية السادسة التاريخية، وفي منطقة بوسعادة تحديدا، أنهم يقومون بنصب كمين لدورية عسكرية فرنسية في ذلك الوقت. قال فذهبنا لنصب هذا الكمين، وكان وقت شتاء مثل هذا الوقت، ربما تحدث شوية يعني بدرجة الجزائرية. قال كان وقت شتاء، زمان تاع شتاء، كان فيه البرد ومطر وإلى غير ذلك. فقال عندما وصلنا لذلك المكان للأسف يعني انتظرنا القافلة تمر حتى ينصبوا لها الكمين ويغنموا الأسلحة وإلى غير ذلك، طبعا داخل في الثور. قال للأسف أنه تلك القافلة توقفت، أو الدورية العسكرية الفرنسية توقفت ثم رجعت. قال للأسف طبعا. بعد ذلك قال مررنا المجاهد المرحوم أحمد زرواق ورفاقه، قال رجعنا طبعا للجبل. قال احنا عندنا كنا طالعين الجبل، طاح لنا الليل، انت في الشتاء الليل يطيح بكري، يعني خمسة ونصف يكون الليل انه تظلم الحالة. قال فقصدنا احد البيوت المواطنين، وكان بيوت بسيطة بالنسبة للشعب الجزائري. قال فدققنا الباب على ذلك الرجل، خرج رجل بين قوسين قال عنده بيوت يعني كقرابة هكذا، نعم. كما يقال في اللهجة الجزائرية الدارجة. خرج لنا واحد الإنسان، قلنا له احنا أخوتك المجاهدين، جينا من أجل أنه ما نقدرش نطلعوا للجبل والبرد والمطر ولغير ذلك، يجب علينا أن نبيت الليلة هنا. قال لهم تفضلوا، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مجاهدين. قال دخلنا في غرفة من غرف ذلك البيت المتواضع والبيت البسيط. فقال أحضر لنا شيء من الكسرة وشيء من القهوة، ما هو موجود بطبيعة الحال في تلك البيت. قال ثم بعد ذلك أتى لنا بفراش بسيط جدا، مثل ما نقوله نحن في المنطقة بوشليق أو بوكتانة أو حسب تسميته في المناطق الجزائرية. وثم ذهب ذلك الرجل. قال وكنا ننتظره أن يعود، ولكن لم يعد ذلك الرجل مع الجوع، مع الخوف، مع البرد، نعم. وإلى غير ذلك. في الصباح الباكر جاء ذلك الرجل، دق على المجاهدين في تلك الغرفة، وجاب لهم أيضا نفس الشيء، شيء من الكسرة وشيء من القهوة، ما هو متوفر عند الجزائري البسطاء. قال بعد ذلك قلنا له يا رجل أنت ما تخاف من ربي، ما تخاف من العباد، ما تخاف من المجاهدين، كفاية أنت جبت لنا غير كسرة وقهوة وما جبت لناش
جبتلناش الفراش او الغطاء لانه هذا لا نستطيع ان نفرشوه ولا نغطاه. فماذا قال؟ وهنا شيء الذي يعبر عن فعلا تاع انا اقولها وانها طبعا تحسر بواحد الطريقه وحتى انه فيه قشعريره يعني تنتابني قشعريره. نعم. فقال الرجل قال والله يا خاوتي هذا الفراش الوحيد في الدار وزوجتي ولدت اليوم سبحان الله نحيته للزوجه نتاعي واعطيته لكم انتم. تضحيه يعني تضحيه كبيره جدا يعني صراحه. فقال قال سكتنا يعني لم نستطع نتحدث ماذا نقول يعني. قال وكأنه ضربنا يعني بخنجر. فقال طلبنا منه السماح وإلى غير ذلك وقلنا له معذرة. فقال أعطينا له شيء من النقود وشيء ما هو موجود عندنا ثم بعد ذلك غادرنا. هذه ربما بطولة لا يصنعها إلا الشعب الجزائري. صح. يعني كيف أنهم كانوا يؤثرون المجاهدين ويؤثرون الناس على أنفسهم وتلك النساء التي اللواتي كنا طبعا طيبوا 10 خبز 20 خبزة 30 خبزة ولغير ذلك. ففي هذا المجال عشرات من القصص. وثمة قصة أخرى إذا كان الوقت يتسع. نعم. طبعا ومما مرويات أكيد. نعم. هذا الرجل المجاهد الحاج أحمد زروق الذي ترحموا عليه في هذا الجمعة قال أنه طبعا الثورة كانت تحتاج إلى أسلحة وكانت الحدود الشرقية حدود تونس كانت قوافل المجاهدين تذهبوا من أجل طبعا الإتيان بالأسلحة. استسمحني. نعم. أستاذ سي حمدي بركاتي فقط أود التذكير مشاهدي الأعزاء أنه ستتابعون على قناة الجزائرية الثالثة الإخبارية الآن نشرة الأخبار 11 ولنا يعني نحن سنستمر في هذا اليوم المفتوح وتفضل مع القصة الثانية التي ترويها لنا ولكن لم تروى. أستاذ فقط قبل ما استفضلك مقبل ما تحكينا وتسترسل في الحديث عن القصص ما شاء الله يعني عيشنا معك الحدث في القصة الأولى أنه نذكر فقط المشاهد أنه هذا القصص نتيجة بحث شخصي ويعني واجتهاد أليس كذلك ولهذا أنت تعيش القصة. نعم. معظم إن شاء الله يعني معظم القصص التي سأرويها هي من تجربتي الخاصة يعني اشتغالي في الإذاعة على كل حال ما شاء الله. ومن مخالطتي لهذه الفئة فئة من المجاهدين فأنا مسكون بالعشرات أو بالمئات من القصص إن شاء الله سأحاول أن أقدمها في طبق أتمنى أن يكون طبق شهي يعني طبق لذيذ يعني ممتع للسادة صراحة المشاهدين يعني على الأقل من أول عدد وأول قصة. نعم. وأنا شغوف جدا لمعرفة القصة الثانية حقيقة حم والله ما شاء الله وحتى احنا ندعو من خلالك أستاذ بركاني كل الشباب أنه يحتكوا مع هذه الفئة من المجاهدين لأنه ما زالهم على قيد الحياة والحمد لله حتى يبقى ولهذا تكلمنا عن ترسيخ الذاكرة لإبقاء على هويتنا الوطنية من خلال هذا الاحتكاك. أنت كان اجتهادك شخصي ويعني يقولوا إيجابي وأكيد يكون جاب لك ربما هذا النوع من الاسترسال والقصص كأنك حكواتي أسلوب رائع جدا وحتى هذا الشباب حتى يكون عندهم هذا النوع طبعا حتى الغاية ممكن تحدثت مع أوجان البارحة أنه غاية من هذه القصص هو ربما أنك تلهم كاتب سيناريو تلهم سينمائي تلهم صانع روائي تلهم ناس بهذه القصص ممكن تحول يعني لماذا؟ لأنه مثلا عندما نتحدث عن السينما الجزائرية صراحة الأفلام معظم الأفلام نعم. التي خصوصا في مرحلة الستينات والسبعينات هذه الأفلام كانت هي مرويات أو حكايات شخصية عاشها صناع السينما مثلا عندما تأتي إلى محمد الأخضر حمينة نعم. في وقع سنين الجمر أو في رحل الأوراس أو عندما تأتي لعمر العسكري مثلا في الدورين نحو الشرق إنما هي كانت تجارب الخاصة تحولت إلى أفلام سينمائية والدليل أنها هي التي شكلت العصر الذهبي شكلت العصر الذهبي للسينما الجزائرية. يعطيك صحة سيد بركاني طبعا القصة الثانية إذا كان فيه متسع من الوقت معليش نخلوها للمرة القادمة بحول الله تعالى وأكيد من خلال وبذلك دعيني فقط في عجالة أعيد الترحم لأحد مجاهدي الولاية السادسة والحاج أحمد زرواق الذي استحضرته اليوم بهذه نعم. القصة التي روها لي شخصيا شكرا لك وأكيد راح يكون عندك تدخل من خلال ركن بطولات لم تروى عبر القناة التاريخية. ونذكر فقط المشاهد الكريم أنه بعد دقيقتين سوف يكون البث النشرة الإخبارية عبر القناة الثالثة الإخبارية ونحن نتواصل معكم من خلال قناتنا الأولى وقناة الذاكرة والقناة السادسة حمو. نعم نذهب مباشرة أعزائي المشاهدين إلى تقرير الموالي ثم نعود.
هذا الركن التاريخي يجمعنا اليوم مع الذكرى 63 لاستشهاد أبطال القصبة المناضلة الصامدة الشهداء الأربعة. وللحديث عن هؤلاء يجمعنا لقاء مع الأستاذ الإعلامي والباحث في التاريخ السيد عمار بلخوجة. أهلاً وسهلاً بكم سيدي الكريم. أستاذنا الفاضل، أنتم من الباحثين الأكارم في تاريخ الجزائر، كذلك في حادثة استشهاد الأبطال الأربعة شهداء القصبة المجيدة، يعني وكما تفضلتم اليوم بمداخلة خاصة بالموضوع، ماذا تقولون لنا عن هذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد هؤلاء الأبطال؟ فعلا هذه الذكرى تدفعنا نرجع إلى الوراء ونتذكر استشهاد علي لابوينت حسب بولي ولفتي عمر ومحمود بوحميدي. كل هذه الأسامي اللي ذكرتها تصبح رموز للكفاح والتضحية، ورموز كذلك لصمود مدينة وخصوصا القصبة. يعني كل شعب القصبة أصبح متجند ضد وجود الاستعمار الفرنسي، ولاحظوا أن الفرنسيين من بعد الفوت تاع لي بوفوار سبيسيو في 1956 مواد مارس، لي بوفوار سبيسيو استعملهم الجيش الفرنسي باش يواصل قمع شديد ضد سكان القصبة. Algérien, ton devoir est de sauver ton pays et de lui rendre la liberté. Sa victoire sera la tienne. En avant, frères, unissez-vous. Le Front de Libération Nationale vous appelle à la lutte. ما شفتوش حسن البليدي؟ قولوا له راني نحوس عليه. كيفاش؟ ما فهمتش واش حبيت تقول بهذا الكلام. يلزمك تخدم مع الجبهة. هيا غبر ضرب طير. حبسوا، شوفوا فيه مليح. من الفوق كل شيء يتبدل في القصبة. نتمناه اللي يجي نهار ونحتفلوا بعد الزفاف إن شاء الله في بسط وانشراح. ما تنساوش اللي رانا في حرب ضد الاستعمار اللي بجنود قوية احتل واستعمر بلادنا مدة 130 سنة. غاية. باسم الجبهة وجيش التحرير نقدم لكم تهانينا الحارة. نذكر كلمة قالتها السيدة دريف زارا، قالت الجزائر خلال الثورة المسلحة وخصوصا خلال هذه السنوات الجهنمية 56 57 58، قالت الجزائر أو القصبة أصبحت عاصمة التعذيب، لأن التعذيب بالنسبة للنظام الاستعماري الفرنسي أصبح عام وأصبح كمؤسسة فيه اللي يعذبوا مهنيين. التعذيب أصبحت مؤسسة واللي يستعملوها صبحوا مهنيين. وين مارسيل بيجار كون زوج مدارس اللي كون فيها اللي غاديين يعذبوا. يعني شيء عجيب، شيء غريب، وشيء اللي ما تقبلوش ضمير الانسان ما يقبلش هذا الشيء، ان فرنسا الدوله العظمى تحل مؤسسه في رزيو، مؤسسه في سكيكدا تحت السلطه تاع مارسيل بيجار، وين غادي يكون ضباط فرنسيين ويدرسوا كيفاش يعذبوا الجزائريين. الفرنسي الموريتاني كافيتاريا فرنسي بالكبار فريدي. أستا ماريانا ريبيكا L'ennemi est rusé et dangereux.
C'est un adversaire qui se déplace en surface et en profondeur, avec des méthodes révolutionnaires bien éprouvées et une tactique originale. هذا الرعب هذا الرعب ما خلاش الشعب الجزائري او سكان القصبه يرجعوا الى الوراء يعني رغم التضحيات رغم التضحيات والرعب اللي خلقوه المظليين بقاو صامدين حتى يعني باش الثوره او الكفاح المسلح يبقى متواصل ما تنسنيش انا نقول لك ما تنسنيش يا ولد نحيك نحيك tu sais pas qu'il faut jamais toucher à une de leurs femmes ما نقتلوش الشيخ ما نقتلوش العجوزة ما نقتلوش الولد حنا كنا نقتلو غير العسكري والبوليسي والقارديان تاع الحبس خاطر يديروا شي في لي كونداني امور في سركاجي في الحباس ها واش كنا نقتلو حنا هذاك الوقت فورنو على كل هذه من جهه بو حميدي حنا نعرفوه حنا انا كنت نبيع الحوت في الحومه نتاعو لا ريكاتون هذيا وين دار اللي حكموا السعدي نتاع بوحير والدار نتاعهم هادويا سمعت هذا بو حميدي يعني هذا الولد هذا كان اتصال كبير كان هو كان بتي عمر وكان عرباجي مولود ثاني عرباجي مولود هدايا قدهم على كل حال كانوا هادو ثلاثة اتصال كي هما يسبقوا كاش ما تكون حاجة عسكر له يوسو إشارة اللي يكون موراهم كما نقولوا الفيدة ولا حاجة يولي ما زيدش يكمل كانوا بالإشارة يتمشوا بالإشارة La maison est cernée. Il n'y a plus rien à faire. Rends-toi. Fais d'abord sortir l'enfant et la femme. Ensuite, l'homme qui est avec toi. Et après, tu sortiras. Laissez les armes sur place. La passion a influencé de larges couches de l'opinion publique française. لأجلك عشنا يا وطني نفي بالروح أراضينا قد كنا أمسى مالقة بالحرب نذل أعادينا وإن اليوم مالقة في السلم حماة مبادينا من أجل
من أجلك عشنا يا وطني بأصوات هذه الفرقة الصوتية الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم، هذه الشريحة المهمة في المجتمع الجزائري التي أرادت هي الأخرى أن تبلغ صوتها للجزائر عاليا وتقول من أجلك عشنا يا وطني، فنبلغ لهم تحايانا وشكرنا وتقديرنا ومودتنا لهذه الشريحة، خاصة وأننا احتفلنا منذ أيام فقط باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من هذا الشهر الجاري. إذن تابعت مشاهدي الأعزاء قبل هذا النغم بث مزدوج مع زميلتنا رشيدة إبراهيمي في ركن لقاء الذاكرة حول ثوار القصبة. نعم. زميلتي حياة، الوجهة إلى أين؟ الوجهة الآن إلى القراءة في كرونولوجيا الأحداث التاريخية التي صادفت هذا اليوم الذي هو 11 ديسمبر. لكن قبل ذلك فقط دعني كذلك أحيي هذه الفئة المميزة ذوي الهمم العالية. نعم. أنا أقول دائما يستحقون كل التقدير، خصوصا لما يكون هذا النشيد على لسانهم، وأكيد هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. وأكيد نشكر زميلتنا رشيدة إبراهيمي من خلال محاكاتها لهذه المشاهد المشاهد التمثيلية، كانت محاكاة للواقع المعاش إبان الثورة التحريرية. صحيح. كرونولوجيا 11 ديسمبر من 9 إلى 16 مع زميلتنا وعلى لسان زميلتنا حياة مقطوب. صباح الخير حياة. صباح الخير حياة، صباح الخير حمو، صباح الخير لكل المشاهدين. طبعا في ذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، هذه المظاهرات اللي كانت مهمة جدا ومرحلة مهمة في ثورة التحرير المجيدة، وكانت أيضا أحدثت منعرج كبير سواء كان دوليا، لأنه كسرت صمت هيئة الأمم المتحدة عندما عالجت وفتحت ملف الجزائر. عندما نتحدث عليها أيضا باختصار وبطريقة مبسطة نقول أنه مظاهرات 11 ديسمبر كانت مظاهرات سلمية في أغلب ولايات الوطن. هذه المظاهرات كانت سببها هو مشروع شارل ديغول، المشروع اللي كان مضلل وكان فيه مساومة للشعب الجزائري، كان يقول أنه نعتبر الجزائر قطعة جزائرية ولكن تبقى تابعة لفرنسا. هذا ما رفضه بكل يعني إرادة الشعب الجزائري، وكان أيضا رفض ما تزعمه المعمرون أو المستوطنون اللي كانوا مازالوا يحلموا، مازالوا أنه يقولوا أنه الجزائر هي قطعة فرنسا. هنا كانت إرادة الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، وكان وقفه كيد واحدة في وجه الاستعمار. عندما نتحدث على مظاهرات 11 ديسمبر 1960، نبدأ نرجع شوية من قبل ونشوف الأحداث اللي كانت قبل هذا الحدث. وكان زيارة شارل ديغول اللي كان نزل في مطار زناتا في تلمسان، وكان أيضا زار مدينة عين تيموشنت في يوم 9 ديسمبر 1960. هذه الزيارة اللي كانت حتى يدعم أكثر مشروعه، وحتى أنه يتحدث أكثر ويقول أنه الجزائر هي قطعة جزائرية ولكن تبقى تابعة إلى ما ذلك. وكان في الحضور أكيد أنه كان فيه مستوطنون أو معمرون، وكان أيضا جزائريون. هنا حدثت مناوشات كبيرة لأنه كان فيه رفض من طرف المعمرون، اللي قالوا لا، أنه لازالوا أنه يحبوا يأكدوا أنه الجزائر فرنسية. وكان أهل عين تيموشنت قالوا كلمتهم، قالوا لا لمشروع شارل ديغول. وهنا كان رفع علم الجزائر لأول مرة في عين تيموشنت. كان قطع شارل ديغول الخطاب اللي كان ذهب أصلا حتى يقوم بإتمامه، قطعه ورجع للجزائر العاصمة. في اليوم الموالي كان فيه رد من طرف سكان وهران وسكان مستغانم، لأنه كانوا شافوا أنه في قمع، لأنه أهالي سكان عين تيموشنت كانوا رفضوا وقفوا في وجه المستعمر. كانت مظاهرات سلمية ولكن كان فيه قمع وتأثروا بصفة كبيرة. لهذا خرج سكان وهران ومستغانم في يوم 10 ديسمبر 1960 وردوا على هذا القمع. وكان أيضا مظاهرات من طرف المستوطنين اللي كانوا أيضا ينادوا باستمرار أن تكون الجزائر فرنسية. اليوم الموالي 11 ديسمبر هذا اليوم المعهود، كان فيها رد من طرف جبهة التحرير الوطني اللي تأكد هذه المظاهرات أنه كانت هي الأولى في من حيث القرار، من حيث التنظيم. أيضا كانت فيه مظاهرات انطلقت من الجزائر العاصمة من أغلب الأحياء في صباح هذا اليوم، رغم أنه كانت مظاهرات 11 ديسمبر
نظمت في الأيام الأخيرة، يعني ما كانش فيه تنظيم من قبل لأنه كانت هي رد فعل آني، ولكن كانت يعني منظمة بطريقة كبيرة في أغلب الأحياء العاصمة. كانت رفعت أعلام علم الجزائر، رفع شعارات اللي كانت تنادي بالجزائر مستقلة، الجزائر مسلمة، حتى أنه الشعب الجزائري كله كان خرج في نفس الأحياء، ساحة الورشات قديما أول ماي، شوارع ميشلي أو ديدوش مراد حاليا بالكور، وصالون بيديار المحصول حاليا، باب الواد، الحراش، القبة، بير مراد رايس، أيضا القصبة، بير خادم، واد قريش. هي كانت مظاهرات سلمية ولكن قمعت من طرف العسكر أو من طرف القوات الفرنسية، وكان يعني حتى سقطت أرواح شهدائنا الأبرار، يعني العشرات كانوا سقطوا. وبعد ذلك نشوفوا أنه رغم أنه كان في قمع ولكن المظاهرات كانت مستمرة. شوفوا اليوم الموالي لم يمنع أنه تكون فيه أيضا مظاهرات، وكانت مظاهرات خرجت عن العاصمة، لأنه في يوم 11 ديسمبر كانوا حضروا في كل حي شخص معين ليكون يساعد على أنه تخرج المظاهرات لباقي الولايات. إذا 12 ديسمبر كانت مظاهرات مستمرة حتى تدعم مظاهرات العاصمة، وكانت في البليدة، بومرداس، شلف، تيبازا وشرشال. أيضا اليوم الموالي كانت في تيزي وزو، بجاية، سطيف، سيدي بالعباس، قسنطينة. يعني ابتداء من 12 ديسمبر 13 ديسمبر كانت خرجت لباقي الولايات، 14 و15 ديسمبر أيضا راحت لخنشلة والأغواط وحتى إلى الجنوب الجزائري، 16 ديسمبر كانت حتى في عنابة. يعني شوفوا أنه هذه المظاهرات كانت تجسد أنه كان الشعب الجزائري كله يد واحدة، وكان مصر أنه لابد أن يكون فيه استقلال، لا للاستعمار لا لجرائم المستعمر. أيضا نشوف رد أو صدى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في 6 ديسمبر، شوفوا رأي أو رأي الحكومة المؤقتة. هنا في 16 ديسمبر كان ألقى رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس خطاب للشعب الجزائري، شكروا بداية على أنه كانت انتفاضة منظمة وانتفاضة سلمية، وكانوا أيضا ملتفين على حزب شبه التحرير الوطني وجيش التحرير، كانوا أبدوا دعمهم يعني الكامل 100% لجبهة التحرير الوطني. وأيضا كان طلب أنه توقف المظاهرات لأنه كانت فيه أرواح كثيرة سقطت في هذه المظاهرات، أرواح الشهداء كانت حتى أنه تقريبا كانت 280 روح يعني شهيد في العاصمة فقط. عندما نتحدث على مظاهرات 11 ديسمبر أكيد أنه شوفوا أنه كان فيه دعم أو صدى كبير دوليا، كسرنا صمت هيئة الأمم المتحدة عندما تحدثت وعالجت الملف، لأنه كان قبل المظاهرات من بداية 5 ديسمبر 1960 كان ملف الجزائر يعني عن هيئة الأمم المتحدة، ولكن اتخذته بطريقة جدية أكثر وعولج وتم فيه يعني أخذ يعني يقولوا مصادقة عليه فيما يخص تقرير المصير للشعب الجزائري، وكانت فيه مصادقة بالأغلبية للشعب الجزائري، وكانت مصادقة يعني حوالي 63 صوت في هيئة الأمم المتحدة، وأكدت للعالم كله أنه في دعم للجزائر دوليا في جرائم للمستعمر، وكل يعني الدعايات اللي كانت المبررات رفضت. وأيضا كانت بداية خسارة فرنسا، وكان يعني دليل على أنه أيامهم قليلة معدودة ولابد أنه يحضروا أمتعتهم للذهاب. هذا فيما يخص رؤية باختصار عن تفاصيل أحداث 11 ديسمبر قبل وبعد وأهمية هذا الحدث. وفي الأخير نترحم على شهدائنا الأبرار وأسكنهم الله فسيح جنانه. والآن أعيد الكلمة لزميلتي حياة وزميلي حمو. جميل جدا ما قلته حياة في الأخير، أدرك المستعمر في الأخير أن حانه حان وقت الرحيل، أليس كذلك زميلي حمو؟ إذن بعد قليل سوف تحضر معنا زميلتنا ياسمين للحديث عن قصص عبر التاريخ، أليس كذلك؟ وهو ركن قار من خلال قناة الذاكرة وبرنامج صباح الذاكرة. صحيح، من حياة مقطوف إلى حياة سعيدي ونعيش الحياة. إذن ركن قصص من التاريخ مع ياسمين حريرية بعد هذا الفاصل.
قصص من التاريخ مع زميلتنا ياسمين حريرية. أهلا بك في صباح الذاكرة. صباحكم سعيد زميلي حمو وزميلتي حياة. صباح الخير. صباح سعيد لكل مشاهدينا أفاضل أينما كانوا، نرحب بهم في هذا البرنامج الصباحي الجديد الذي يضاف إلى الشبكة البرامجية الخاصة بالقناة الثامنة قناة الذاكرة، وأرحب بهم في ركن قصص من التاريخ. طبعا دعني في البداية أشير أشير إلى أن التاريخ ليس فقط أرقام وتواريخ وأحداث جامدة، التاريخ قصص وحكايات قد نعرف بعضها كما قد نجهل كثيرا منها. التاريخ له بعده الإنساني والاجتماعي، تتخلله المآثر والبطولات والتفاصيل التي تجعلنا نتأمل في تلك الإرادة، في تلك العزيمة، في هؤلاء الذين، في هؤلاء الأبطال الذين مهما تحدثنا لن نوفيهم حقهم، وبطولاتهم تستحق أن تذكر وتستحق أن تتكرر لأنها فعلا تستحق أن تروى بكل تفاصيلها. طبعا في عدد أول وفي المستهل الحدث يفرض علينا أن نتحدث كذلك عن مظاهرات 11 من ديسمبر 1960، وهي المحطة الحاسمة في مسار الثورة الجزائرية، لنضع لهذه القصة عنوان شعب الجزائر البطل، أو عنوان إصرار شعب، ليكون عنوانها إصرار شعب لهذا إصرار شعب. نعم. نعم إصرار الشعب. تفضلي ياسمين. يلا طبعا نعود إلى ما قبل 11 من ديسمبر، نعود إلى يوم 9 من ديسمبر حينما زار شارل ديغول، كان في زيارة إلى الجزائر لأجل الحديث عن مشروعه المقدم للجزائريين. طبعا المشروع أو ما كان يعرف بالطريق الثالث، الجزائر الجزائرية، الجزائر للجزائريين في الإطار الفرنسي، أو الجزائر الجميع في الإطار الفرنسي. طبعا كان في ذلك اليوم وفي مدينة تلمسان بالتحديد شارل ديغول، وأثناء مرور موكبه الرئاسي إلى دار البلدية لمقابلة أعيان المنطقة ولشرح ذلك المشروع الذي نفتح قوس أنه مشروع كان يهدف بالتحديد إلى كسب مزيد من الوقت لأجل تحقيق انتصارات عسكرية تقضي على جبهة التحرير الوطني وجيشها، خاصة وأن جيش التحرير الوطني كان يعاني في تلك الفترة بعد أن اعتلى شارل ديغول الحكم وسمح وأعطى ضوء الأخضر لكل الممارسات، وسمح بكل الممارسات الوحشية واستعمال العنف لتحقيق انتصار نهائي على هذه الثورة. وبالتالي كما قلت من ناحية أخرى كان جيش التحرير الوطني يعاني خسائر كبيرة في صفوف المجاهدين، وكذلك نقصا في اللوجستيك وفي العتاد. لماذا؟ لأن طبعا الحدود الغربية والشرقية كانت مغلقة وملغمة بفعل مشروعي خطي شارل وموريس. شارل ديغول كان يعي ذلك جيدا، وكان لعبته هو كسب الوقت، وبالتالي ظن بأن مشروعه هذا الذي سوف يقدم للجزائريين سوف يقابل بالتصفيق والورود. لكن كما ذكرت أن مرور الموكب الرئاسي للرئيس شارل ديغول كانت قد اعترضته مجموعة من طلبة الثانويات في تلك الأثناء، وهدفوا برفضهم للمشروع ورفضهم لفكرة أن فكرة الجزائر الجزائرية في الإطار الفرنسي، وكذلك هدفوا بحرية الجزائر. وهنا قد أعاد شارل ديغول تفكيره في ما كان يتصوره، يعني ينتظره من هذه الزيارة. طبعا قابل شارل ديغول أعيان المنطقة وشرح لهم ذلك المشروع، في حين تلك المسيرة الصغيرة أو المجموعة من الطلبة قوبلت حاصرتها القوات الفرنسية. من الأمام كانت الشرطة الفرنسية، ومن الخلف كانت قوات المظليين. طبعا ما كان على هؤلاء
الطلبة إلا أن انتشروا وسط الأحياء والأزقة الضيقة، وهنا فتحت ربات البيوت منازلهن واستقبلنا هؤلاء الشباب لحماية حمايتهم من الاعتقال والتعذيب. وهنا نقطة أخرى تضاف إلى ملحمة الثورة الجزائرية أن التضامن والتلاحم بين فئات الشعب الجزائري كان تضامنا كبيرا وكان انسجاما لم يكن يعني بشكل تلقائي. فإذا كانت هذا الموقف الذي عاد تفكير شارل ديغول وغير في مخططات زيارته لاحقا. بالنسبة ليوم العاشر من ديسمبر وهو يوم يسبق اليوم الفعلي للمظاهرات، وتحديدا في مساء ذلك اليوم خروج المعمرين في مسيرة، هم أيضا كانوا رافضين لمشروع ديغول الذي يقول أن الجزائر جزائرية. هم كانوا يهتفون بأن الجزائر فرنسية وستبقى قطعة لا تتجزأ من فرنسا. طبعا هذه المجموعة التي بدأت تتشكل، مجموعة كبيرة من المعمرين، كانت على مرأى ومسمع من الجزائريين الذين كانوا طبعا في هذلك الحي بالكور. فلما كانت هذه المسيرة لم يعني كان هناك ردود فعل من الجزائريين الذين هم أيضا لم يتحملوا تلك الهتافات، في حين أن هم أصحاب الأرض وهم أصحاب الحق بالاستقلال. وبالتالي فالمعمرين شتموا مجموعة من الجزائريين وقاموا بالاعتداء عليهم، في حين عكس الجزائريين تلك الهتافات إلى الجزائر جزائرية والجزائر مسلمة وتحيا الجزائر. ويذكر المؤرخ بلغيث محمد الأمين في كتاباته أن عن شاهد عيان وهو المدعو الحاج نور الدين بن مرادي والذي كان آنذاك يسير فريق كرة القدم وداد بالكور، قال أنه تلك الهتافات المستفزة من المعمرين لم وحمايتها من طرف القوات الفرنسية لم تمنع من أننا نواجهها، وأيضا بالهتافات المعاكسة. قال أنه تجمع عدد كبير من الجزائريين وحدثت مناوشات واشتباكات بين الجزائريين والمعمرين أدت إلى إحراق كثير من واجهات المحل، وفي حين تصاعد الدخان في حينها. يقول نفس شاهد العيان أن تفاجأ بمناضلي بتسلل مناضلي جبهة التحرير الوطني وتوزيع الأقمشة لأجل تحضير الرايات الوطنية لليوم الموالي. لك صحة يا سمير، كنت معنا من خلال هذا الركن القارن. ذكر المشاهد الكريم أنه سيلقاك من خلال برنامج صباح الذاكرة عبر القناة الثامنة ومن خلال ركنك الذي ستحدثي فيها المشاهد الكريم عن قصص من التاريخ. شكرا لك. شكرا أحسنت ياسمين. إذن نمر بعد هذا الركن إلى روبورتاج قوافل الشهداء مع زميلتنا مريم صحراوي. أقدام المستثمر للجزائر عمل على اضطهاد شعبها والتنكيل به بشتى الطرق والوسائل ليتمكن من فرض سيطرته على الأرض والعباد، فكانت المذابح والمحارق والتهجير والإبادات مطياتهم للاستعباد والقمع. واستمر هذا التخريب والتعذيب على مر سنين تواجد المستثمر على هذه الأرض، والشعب الأبي يحاول بكل ما أوتي من قوة لاسترجاع الحق المسلوب بتضحيات جسام لقوافل من شهداء دافعت باستماتة ابتداء بالمقاومات الشعبية إلى النضال السياسي وصولا إلى مظاهرات 8 ماي 1945 التي ارتكبت فيها فرنسا مجازر بحق الجزائريين يندى لها جبين الإنسانية. هذه الحلقة المفصلية التي أيقن الشعب الجزائري من خلالها وبخاصة أحرارها أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بها، لتطب بذلك صفحة الكر والفر والمطالبة بالحرية دون جدوى، ليصل الأحرار إلى قرار ثورة عارمة
كان وقودها خيرة شباب الجزائر. لتدفع ضريبة الحرية مرة أخرى غالية بنفوس أبية حرة غيورة على وطن استبيح قصرا وعنوة. دماء زكية قدمت بفخر واعتزاز وقودا للثورة المظفرة كان عنوانها الشجاعة والإقدام لمواجهة العنف والإبادة والتقتيل، لتفصح عن قوافل من شهداء آمنوا بالحرية حياة ومصيرا فلم يرضوا بغيرها بديلا، لترفع قوائم لأسماء من نور ضحت في سبيل الوطن في معارك متعددة من ميادين الشر. لتبقى خالدة خلود النفوس الحرة الأبية، لتتوالى سلاسل طويلة لشهداء عرفوا وآخرين جهلوا، فكل شبر من الجزائر يحكي حكاية معركة وحكاية شهيد. فلا القتل ولا التعذيب ولا المعاقل ولا السجون ولا الإبادة استطاعوا أن يثبطوا من عزيمة شعب أراد الحياة وعقد العزم أن تحيا الجزائر، ليكون النصر نهاية ليل طويل ذات الخامس جويلية 1962. الشجاعة والشهادة توأمان أكيد زميلتي مريم صحراوي، مشكورة على هذا الموضوع. إذن الآن نمر إلى ماذا قالوا عن 11 ديسمبر وماذا قالوا عن الثورة الجزائرية مع ركن قارة حمو في برنامج صباح الذاكرة مع فاصل قصير مع تاريخ الصحافة. أهلا بك كنزة، صباح الخير. في أول عدد من صباح الذاكرة وركن تاريخ الصحافة. صباح الخير زميلي حمو، صباح الخير زميلتي حياة، صباح الخير للمشاهدين. إذا اليوم كما تفضلت حياة وزميلي حمو نتكلم عن مظاهرات 11 ديسمبر، هذه المظاهرات التي خلقت منعرجا حاسما في تاريخ الثورة الجزائرية وأكسبتها العديد من الانتصارات، كانت مجرد ربما أحلام للشعب الجزائري كما قلت يا حياة من خلال ركن تاريخ الصحافة الذي سنحاول من خلاله تسليط الضوء على مختلف يعني الحوادث أو الأحداث التاريخية وكيف قامت الصحافة أو كيف عالجت الصحافة تلك الأحداث. فمظاهرات 11 ديسمبر يعني جاءت في وقت يعني كان الشعب في حاجة إليها. لماذا؟ لأنه فرنسا في ذلك الوقت كانت تروج لفكرة يعني مفادها أن الثورة انتهت والشعب الجزائري فشل، فجاءت المظاهرات في وقت يعني يتزامن وتلك الاعتقادات وتلك الصورة التي أرادت أقول فرنسا ترويجها للعالم. فقط حياة أدعو المشاهدين مشاهدة هذا الموضوع ثم نعود بعد ذلك. ثورة هي الأقوى ضد الاستعمار عبر العالم، عرفت مراحل أثرت وغيرت في مجرى تاريخها. يصل الجنرال شارل ديغول إلى الجزائر يوم الجمعة في 9 ديسمبر العام 1960 على الساعة 11:45 رافعا شعار الجزائر جزائرية. هذا الشعار الذي يحمل في طياته نوايا خبيثة مفادها أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا.
les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante. إلى غاية 11 ديسمبر كان الجنرال ديغول يعتقد أن الانتصار سيكون حليف فرنسا لا محالة، لكن مع الانتصارات التي حققها الشعب الجزائري بقيادة جبهة التحرير الوطني التي أراد ديغول إقصاءها وخلق قوة ثالثة للتفاوض معها، مع كل تلك الأحداث استخلص الجنرال ديغول أن الطريق نحو النصر أصبح مسدوداً، ولمس ذلك يوم 11 من ديسمبر عام 1960. مظاهرات الشعب انطلقت من العاصمة وتحديداً من بلكور لتشمل ولايات عديدة من الوطن. كان فيها الزحف الجزائري قوياً حاملاً لشعارات الحرية والاستقلال، منادياً بحياة جبهة التحرير الوطنية. مظاهرات زادت حالة الارتباك في أوساط الفرنسيين والمعمرين، وأجلست فرنسا النعش مبكرا من خلال تدويل القضية الجزائرية وإدراجها ضمن جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة، وبذلك ضرب فرنسا في عقر دارها وبين حلفائها. إذن وبذلك ضرب فرنسا في عقر دارها وبين حلفائها، وهو بيت القصيد. سنحاول من خلال هذه الفقرة استخلاص أهم ما جاءت به الصحافة العالمية، وسيكون ذلك على شطرين، على الزيارات التي كانت يعني لقام بها حكام الدول، وكذلك ما كتب أو ما كتبت الصحافة عن هذه المظاهرات. إذن لما جاء شارل ديغول إلى الجزائر كان يعني ينادي بالجزائر جزائرية، لكن نيته كانت سيئة، لأنه كان يريد أن يترك الجزائر تحت مظلة فرنسا، إضافة إلى المعمرين الذين كانوا يطالبون بالجزائر فرنسية. قاموا بمظاهرات في اليوم الموالي. شارل ديغول جاء في 9 ديسمبر، والمعمرون يعني خرجوا في 10 ديسمبر ليلتقوا بزحف كبير من الجزائريين رافضين تلك الفكرة ومنادين بالجزائر مسلمة ومستقلة. نعم. في سنة 55 كانت يعني القضية الجزائرية، يعني كان الوفد الجزائري والمناضلون آنذاك يحاولون إدراجها ضمن أعمال هيئة الأمم المتحدة، لكن كان هنالك تماطل متواصل فيما يتعلق بالإدراج. لكن بعد مظاهرات 11 ديسمبر غيرت هيئة الأمم المتحدة موقفها من الجزائر، وقامت بإدراج القضية الجزائرية في الدورة 15 للهيئة، وتمخ تمخذت يعني الاجتماع او تمخذ الاجتماع عن قرارات اهمها حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. تتولى الجمعيه العامه تنفيذ تلك القرارات، كما ان دولا كثيره كانت مسانده لفرنسا في الاول عبرت عن مساندتها للجزائر. نعطي بعض الامثله فقط، مثلا الدول الافريقيه تعرضت للكثير من الضغوطات من طرف فرنسا، لكنها بقيت يعني متمسكه بمساندتها للشعب الجزائري، وقامت بادراج وعقد مؤتمرات وندوات صحفيه، تجمعات طلابيه نقابية حرة، يعني كلها كانت مساندة للجزائر. تركيا كذلك خرج الشعب التركي في ديسمبر 1960 بالآلاف حياة، يعني حاولوا تمزيق العلم الفرنسي بعد مظاهرات 11 ديسمبر. كذلك على المستوى العالمي حتى الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفكر في تغيير تعاملها مع القضية الجزائرية، وقام الرئيس جون كينيدي آنذاك بالتفكير في إعادة النظر في معاملته لكل الدول الإفريقية المستعمرة آنذاك. تونس، المغرب كذلك، الملك حسن الخامس آنذاك بعث إلى أو أرسل برقية إلى الجزائر، قال أن المغرب استقلاله لن يكون إلا باستقلال الجزائر. ونحن نعلم أن فرنسا حاولت جاهدة الاحتفاظ بالجزائر وتخلت عن تونس والمغرب من أجل الحفاظ لشدة تعلقها بالجزائر، لكن بعد 11 ديسمبر أيد المغرب وقال أن الاستقلال لن يكون إلا باستقلال الجزائر. زار كذلك وفد تونسي الرئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية آنذاك، معبرا عن مساندته للقضية الجزائرية، مستنكرا موقف الحلف الأطلسي الذي كان مساندا بطريقة مباشرة. كذلك هنالك ردود فعل كبيرة. نعم، كنزة، بالحديث عن ردود الأفعال، وأنت ربما ركنك راح يكون مع زميلي حمو من خلال قناة الذاكرة، أكيد راح نتحدثوا عن، بما انه ركنك راح يتحدث عن تاريخ الصحافه وكيف تناولت الصحف العالميه هذه المظاهرات بالذات. اكيد تكون كانت ربما في الايام التي تلت المظاهرات عناوين كبيره تصدرت الصحف العالميه وحتى الجزائريه وكذلك الاعلام المساند للثوره الجزائريه، لانه مسبقا نقول انه كان تعتيم كبير حول القضيه الجزائريه. فعلا، ابدا من اين انتهيت حياه، كان تعتيم كبير للقضيه الجزائريه في العالم. كانت تحاول فرنسا إخفاء ذلك القمع عن العالم، فلما جاء شارل ديغول يعني إلى الجزائر رأى تلك يعني تلك الأمور التي كانت تريد ترويجها الجنرالات الفرنسية آنذاك، فمباشرة بعد 11 ديسمبر تصدرت عوانين بالبنط العريض الصحف العالمية يعني متحدثة عن يعني ضخامة تلك المظاهرات. فأنا أبدأها بقول أحد الضباط الفرنسيين لما كنت نبحث، وأعجبني كثيرا هذا القول. كتب أحد الصحفيين في جريدة أقول لوموند الفرنسية، وقال إن الحزم الأمتعة نحو فرنسا أصبح يعني حتمية لا محالة منها. كذلك في تلك الفترة كتبت جرائد عديدة، مثلا الصحفي إدوارد بون كتب في جريدة تايمز وقال إن مظاهرات 11 ديسمبر تعتبر خيبة أمل للفرنسيين الذين كانوا يحلمون دائما بأن الجزائر ستبقى فرنسية. الفرنسيون آنذاك يعني بعد هذا المقال عبروا عن كره شديد للجنرال شارل ديغول، لأنه يعني في نظرهم يعني فشلا ذريعا في الاحتفاظ بالجزائر. فكما قلت، ردود الأفعال الصحافة كانت ندوات صحفية آنذاك، فقد عقدت دول مختلفة من العالم ندوات صحفية، يعني الهند، الصين، يوغوسلافيا، فمثلا القائد لان نهرو عقد ندوة صحفية استنكر فيها كل ردود الفعل الفرنسية إزاء الجزائر، إزاء الثورة، وإزاء مظاهرات 11 ديسمبر. لماذا؟ لأن فرنسا دائما ليس لها أي رد فعل سوى القمع، والقمع هو دليل على الفشل. أكيد. يعني فرنسا أمضت على فشلها من خلال قمعها للجزائريين، وحتى يعني بعد وفاة أو بعد استشهاد وسقوط شهداء في ساحة الفداء، كان بينتهم أطفال آنذاك، الشهيدة صليحة وتيكي لم تتجاوز 12 سنة، الشهيد فريد مغراوي لم يتجاوز 10 سنوات، كذلك المرأة الجزائرية أثبتت حضورها في تجمعات نسائية في 11 ديسمبر، فرغم استشهاد العديد من الشهداء إلا أن خروج الجزائريين كان يتواصل. لما كانت الانطلاقة في الجزائر العاصمة انطلاقة من بيلكور بالعقيبة ببيلكور، يعني بعد مشات المظاهرات إلى ولايات أخرى
أخرى، شلف، البوليدة، عناباق، سنطينة، يسقط شهيد ينوضوا 10، يسقط، يعني بدأ الزحف واستقرت فكرة أن الجزائر ستستقل. نعم. لا محالة، وبالفعل استقلت الجزائر، وغادر شارل ديغول الجزائر، وغادرت فرنسا الجزائر واستقلت، وكانت المظاهرات منعرة حاسم في تاريخ الثورة الجزائرية. حياة لك صحة كنزة، خطينا إلى أهم ما تداولته الصحف العالمية والعربية حول القضية الجزائرية إبان الثورة التحريرية، خصوصا مع مظاهرات 11 من ديسمبر سنة 1960. ونقول كنزة حمو أن هذه المظاهرات أسقطت القناع عن فرنسا وبينت المطامع الحقيقية لهذه للمستعمر الفرنسي، أليس كذلك حمو؟ نعم كنزة، يعني استرسلتي وأحسنتي في عرض ما قالته الصحافة حول مظاهرات 11 ديسمبر. فقط أود أن نشيد أيضا بدور إذاعة صوت العرب بالقاهرة وإذاعة تونس، اللتين كانت يعني السند القوي للقضية الجزائرية في تدويلها وفي إبراز أكيد. القضية. نعم أعطيك صحة كنزة، شكرا لك على هذا التدخل، وأكيد يلقاك المشاهد الكريم ونذكره من خلال صباح الذاكرة عبر القناة 8 قناة الذاكرة. حمو. نعم. الآن أين نطير؟ إلى واحد من الشخصيات المهمة والمساندة للقضية الجزائرية، ويقال أنه وأكثر أكبر شخصية كتبت حول المناضلة العنصرية والتمييز في القرن العشرين. بالضبط. من هو؟ بالضبط، هو فرانس فانون. إذن لنتعرف في هذه الورقة حول فكر فرانس فانون ومساندته للثورة الجزائرية وما قاله عن الجزائر. على خلاف كثير من الشخصيات، لا نجد لأسرة فرانس فانون الأثر الكبير في فكره ومراحل تشكله عدا تيسير دراسته في الجامعات الفرنسية، أين اتسعت له دائرة الاحتكاك الثقافي بالحضارة الأوروبية ومثقفيها. وبتنقل الفتى المارتينيكي إلى فرنسا تشكل وعيه بصورة محورية، فنجد دراسته للطب النفسي في جامعة ليون قد أثرت بشكل كبير على المستوى التحليلي له في العديد من القضايا التي تناولها، خاصة ظاهرة الاستعمار. عاصر فانون مرحلة متشابكة من تاريخ الاحتلال في أفريقيا تطورت فيها أساليب تعامل الاستعمار مع مستعمراته ومطالباتها بالاستقلال، وقد تفاعل كثيراً مع قضية الزنوج من خلال كتابه بشرة سوداء وأقنعة بيضاء بونوار ماسك بلو، الذي تناول فيه المؤثرات الإنسانية للاستعمار والعنصرية على الدول الإفريقية. نضجت أفكار فانون في أفريقيا حيث تبنى قضايا الشعوب ووضع نصب عينيه تحرير أفريقيا من الاستعمار عن طريق التخلص النهائي من وجوده، فأولى اهتماما خاصا بطبقة الفلاحين في الجزائر ودورها المحوري في الثورة من أجل الاستقلال، وكانت هذه الفئة من المجتمع الجزائري إسقاطا لطبقة البروليتاريا في أوروبا، كما تطرق إلى العلاقة بين الطبقات في المجتمع وعالج أوضاع المجتمعات فيما يشبه الأطروحات الشيوعية والماركسية. وقد كان تقديم بول سارتر لكتاب فرانس فانون معذبو الأرض لداني دلاتير أبرز مثال على ذلك. بقي فانون وفيا للقضية الجزائرية ومحاربة الاستعمار، فتبنى موقفا جذريا واضحا تمثل في حتمية إنهاء الاستعمار عن طريق الكفاح المسلح دون استسلام، مستمدا ذلك من تحليلاته كطبيب نفسي بأن مرضاه لن يشفوا أبدا من أمراضهم النفسية المتمركزة حول تشوه الهوية والإرادة إلا إذا خرج الاحتلال نهائيا من بلادهم. هكذا كان فانون، وهكذا عرف عن نفسه.
حتى لا ننسى أن شعبا بلا تاريخ بلا حاضر، وحتى لا ننسى أننا التاريخ وأننا الحاضر، حتى لا ننسى أن جرائم فرنسا بالجزائر طمس للهوية وقتل ونهب وتجارب نووية، حتى لا ننسى شراسة فرنسا بهدم المساجد والمدارس القرآنية، حتى لا ننسى أن الجزائر كلها انتفضت في مختلف مناطقها وواجهت الحملة الاستعمارية بمقاومات شعبية، حتى لا ننسى أنها أرسلت جماجم قادات تلك الثورات بعدما أعدمتهم إلى متحف الإنسان في العاصمة الباريسية، وحتى لا ننسى أننا قطعنا العهد ومن عاهد وفى بعدم التنازل بأي جزء من تراثنا وبطولاتنا التاريخية، حتى لا ننسى أن مساعي الجزائر الحثيثة توجت بإعادة رفاة الأبطال إلى أصلها، حتى لا ننسى أن العار معطف يلبسه الأعيان، فكل الألم وراء المفردات الكبيرة المقدسة الوطن والحرية، حتى لا ننسى انتهاكات فرنسا في حق الجزائريين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية تعتبر جرائم دولية، حتى لا ننسى أهات وأنين أمهاتنا عن فراق أزواجهن بصرخات تذيب جمود الحناجر، شوف لأمك، شوف ليا، وعليه حتى لا ننسى أطفالاً بلا طفولة شقوا طريقهم دون أن يقول أحدهم كان أبي، حتى لا ننسى دم شهدائنا وهم يكبرون بأعلى أصواتهم، تحيا الجزائر، وحتى لا ننسى دماءهم التي أريقت وهم يصدحون ارفعوا رؤوسكم فالاستقلال قادم، حتى لا ننسى فرحة الاستقلال التي مسحت دموع الألم، حتى لا ننسى أننا أبناء المليون ونصف المليون شهيد، وأن ثورتنا نوفمبرية ضد العبودية، ثورة الكرامة والتضحيات، وحتى لا ننسى أننا أعند الشعوب وأننا شعب تدرس أمجاده في كل مدارس العالم، وحتى لا ننسى أن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمة. إذن حتى لا ننسى هذه الجرائم وهذه البطولات للشعب الجزائري الأبي، تقرير جميل لك حياة سعيدي على هذا التقرير وعلى هذه القراءة الجميلة. إذن مشاهدي الأعزاء وصلنا إلى ختام هذا اليوم المفتوح الذي أردناه ومن خلال التلفزيون الجزائري أن ننسجه جميعا كلنا لوفاء أو من أجل الوفاء والولاء لتضحيات وبطولات الشهداء والمجاهدين وهذا الشعب العظيم، وهكذا أردناها أن تكون هذا اليوم المفتوح من أجلكم مشاهدينا الأفاضل ومن أجل ترسيخ هذه الذكرى القوية في ذاكرة الجيل وفي ذاكرة النش حتى يمشي على يمشي مستقبلا ويبني هذا البلد الحبيب ويبني جزائر التغيير. إذن شكرا لك حمو، وشكرا على لك حياة، شكرا لك. إذن مشاهدينا في الأخير أنا فقط أقول قالوا لي هل تحبينها؟ قلت بجنون. قالوا وهل هي جميلة؟ قلت أكثر مما تتصورون. قالوا أين هي؟ قلت في القلب وفي الجفون. قالوا ما اسمها؟
قلت الجزائر ومن سواها يكون. شكرا لكم مشاهدين الأفاضل على تميزكم وبقائكم معنا من خلال هذا البث المفتوح، وشكرا لصانعي التميز والإنجاز في التلفزيون الجزائري. سلام. في الجنة تروح.